مساكم الله بالخير والمحبة، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب وسلامة. أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بألف خير يا رب. بنكون وياكم بتغطية خاصة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في عساكم من عوادة، ونأمل أن تقضوا ويانا وبصحبتنا وقت جميل إن شاء الله، وبضيوفنا اللي بيكونون اليوم ويانا. الحين بننتقل لعبد العزيز، يسعد مساك وكل عام وأنت بألف خير وعساك من عوادة. بصحة وسلامة يا مروة، ومشاهدين الكرام وأنتم بصحة وسلامة، الله يعيد عليكم باليمن والبركة والسلام على أمتنا العربية والإسلامية، ونهني الكل بعيد الأضحى المبارك إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله على كل عيد تكونون بأفضل حال وأفضل صحة. آمين يا رب يا عبد العزيز. عيدك مبارك. وعيدك مبارك يا رب. كيف أجواء العيد معك مروة؟ كانت جدا جميلة، ولكن شوي مرضت، ولكن الحمد لله أجواء جميلة وكلها إيجابية. كلها إيجابية فعلا. جميل جميل أجواء العيد اللي الواحد من هو صغير يشعر فيه. أهم شيء عيدك؟ أنا لا خلاص، هم دوم من أنا صغير يقولون عيد الأضحى ما في عيدية. نعم. ها؟ أضاحي، معروف أن عيد أضاحي. ولا صحيح. أنت عيدوك ولا؟ أنا ما حد عيدني، أنا أضاحي بعد. بس أضاحي؟ الحمد لله بس. بس أنت ما بتعيدين أنك أنت أكبر عني، ما بتعيديني؟ لا بعيدك عبد العزيز، بعيدك إن شاء الله. شو عدنا الحين نعرض لهم؟ الحين بنقول لمشاهديننا كل عام وهم بألف خير يا رب وعساكم من عوادة دوم، والحين بننتقل لهذه الأغنية. لما تختبئ؟ لا أعرف أحدا. اتبعني لن تندم أبدا، سأريك العيد، ستوريني العيد. سأكون سعيد. العيد حلاوته كالسكر، كطعم البسبوسة بل أكثر. أعطيني حسابي، لا أقدر، لكن سأغني، سنغني ونغني ونغني. إذا أطلبتك أعفو عني، والله يحب الكرم كريما، هيا أكرمني. أعطي أعطيك الله خيرا، حتى إن كان الشيء صغيرا، الخير له أجر كبير، هيا أسعدني. سنغني ونغني ونغني، سأكون أميرا أهذب ذقني. حلوة فرحة العيد، والأجمل لما نشوفها على وجوه الأطفال الصغارية لما يحتفلون بهذا العيد. الله يعيده علينا باليمن والبركة. طبعا كيف ما نعرف أن في عيد الأضحى دوما كل بلديات الدولة تشجع الناس وتوجه الناس أنهم يضحون في المقاصب، وهذا الشيء الأساسي اللي لازم نحن نشوفه، لأن من المشاكل الصحية يا مروة مشاهدين الكرام اللي ممكن نحن نشوفها في الذبح اللي يصير في المزارع أو البيوت، وللناس لابد أن يكون عندهم ثقافة ويبتعدون عنها ويروحون للمقاصب اللي هي أأمن وأفضل بوايد أمور أن نحن نجهلها. الدكاترة اللي موجودين هناك صحيح. يشوفون الأضحية على أساس ما تصير مشاكل ثانية نحن غنى عنها يا مروة. أكيد في إطار حرص بلدية خورفكان على سلامة المجتمع وتناول لحوم صحية وسليمة ذات جودة عالية، نظمت قسم الصحة العامة في البلدية محاضرة توعوية عن أهمية الذبح بالمسالخ ودورها في الكشف البيطري، وذلك في ضاحية حياوة بمدينة خورفكان. خلونا نشوف ويا بعض. هذه حقيقة المحاضرة كانت أهمية جدا أو هامة جدا، عرفت حقيقة الحضور على الأمراض وعلى أهمية الذبح في المسالخ الحكومية بشكل عام، لما يوجد من في الأضاحي أو في الذبائح بشكل عام من أمراض حقيقة كثيرة جدا تم اطلاع الجمهور عليها المتواجدين. ونحن نعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تهتم بصحة الإنسان أولا، فالإنسان دائما الصاحي، الإنسان السليم من كل الأمراض والآفات، إنسان منتج، وهذه طبعا ما تسعى إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المحافظة على صحة الإنسان سواء كان مواطن أو مقيم أو ما إلى ذلك. لذلك نحن طبعا في المجلس البلدي وبلدية خورفكان تهمنا جدا صحة الإنسان في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة،
قمنا بإعداد لهذه المحاضرة لأهمية الذبح في المسالخ، لأنه الذبح حقيقة عند البيوت والذبح صراحة في البيوت أو في الأماكن هذه طبعا ضارة جدا في الناس، لأنه ما يعرفون الأمراض اللي شفناها حقيقة نحن نتيجة الشرح لهذه المحاضرة، الأمراض الموجودة حقيقة في الذبائح، فأمراض كثيرة نحن العاديين لا نستطيع نكتشفها أو نعرفها إلا عن طريق الأطباء البيطريين. فنحن ندعو الناس حقيقة، ندعوهم يعني التوجه للمسالخ الحكومية من أجل صحتهم وصحة أهلهم وأولادهم. نحن كبلدية خرفكان سعينا أن نعمل هذه المحاضرة لتوعية الناس اللي هي عن الذبح في الخارج والمسالخ، وطلبنا من الدكاترة اللي عندنا يهيئون نفسهم لشرح الأمور هذه قدام الجماهير، ونبين لهم أهمية الذبح في المسالخ لأن الموضوع مهم جدا. طبعا الذبائح فيها وايد يعني ممكن فيها أمراض فيها كذا، ولكن احنا سعينا للنقطة هذه أساس بس نشرح للجماعة أهمية الذبح في المسالخ والأمراض الموجودة في الذبائح، وتكون هاي إن شاء الله بداية لجميع الجماهير سواء المواطنين ولا الوافدين، ان الكل يهتم انه يذبح داخل المسلخ لما فيها من حرص من ناحيه صحيه، دكاتره بيفحصون الذبيحه وبيشوفونها وبيشوفون اذا كان فيها امراض ولا لا ولا كذا. واحنا نشكر طبعا ضاحيه الحياوه على استضافتنا في المكان هذا، ونشكر طبعا المجلس البلدي ان تعاون ويانا في الحضور وشرح الامور هذه، واحنا نطالب من هذا المكان ان الجميع يروح يذبح في المسلخ بدون استثناء يعني، ولا يحاول باي طريقه من الطرق انه يذبح في المنازل لما فيها من العشوائيه وعدم خبره، واغلب اللي طبعا اللي يذبحون برا احنا نعرفهم اغلبهم ما عندهم الخبره المطلوبه للذبح يعني. بهذا الخصوص انت وين ذبحتوا، في البيت ولا في المسالخ؟ اكيد في المسالخ اكيد. نعم. في اماكن يعني موجوده في الشارقه والحمد لله يعني متوفر بعض الاماكن واخترناها. طبعا اجمل شيء نحن ممكن نعيشه في هذا المساء ثاني ايام العيد هو الشعر اللي راح يكون معانا مثل امسيه شعريه و فقره شعريه جميله راح تكون مع الشاعر الكبير الاستاذ احمد بن صالح الطوفان. اهلا وسهلا فيك شاعرنا. يا مرحبا، نورتنا بنوركم دائما. كل عام وانت بخير وعساك من عواد. كل عام وانتم طيبين، الله يعود علينا وعليكم كل سنه وكل حول. امين يا رب. الشاعر خلينا نتكلم عن اجواء العيد معك، شو الامور اللي تسويها عاده في العيد؟ والله قبل ما ابدا انا بحب ارفع اسماء ايات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد قوات مسلحة ولي عهد إمارة أبو ظبي حفظ الله ورعاه، ولا حكام دولة الإمارات ولا العهود وشعب دولة الإمارات الكريم. نعم. نتكلم عن أجواء العيد مروة، يعني في لك أمور معينة تسويها في العيد مثلا؟ والله هذا العيد أو كيف تقضي يومك يعني في العيد؟ العيد أول شيء طبعا الناس تسلم على الأشيوخ مثلا أو والديهم ويمر على الحكام مثلا الناس والأصدقاء والأرحم. جميل جدا هذا. جميل جدا. هل تشوف أن المناسبات والأعياد تحفز قلمك علشان تكتب وتعطي أكثر أو تكتب قصيدة في المناسبات؟ وأكثر القصائد تكون مناسبة، يعني أكثر القصائد تكون في المناسبة. نعم. جميل جدا. صدفة أن تكتب قصيدة دون مناسبة. شو رأيك؟ نعم. نسمع شيء إن شاء الله. ما أدري شو تبي تسمع، في الوطن في اللي حابه أنت اختار. تفضل. طبعا
نعم. في الوطن أقول يا مزملي حث المسيرة، ورتب لي الأبيات بوزان، شيم القوافي مستديرة، والصدر لينا العز ضربان، يوم الوطن فرحة كبيرة، وشعر كتبته بحب الأوطان، هذا اتحاد السبع خيرة، عم الوطن وارتاح الإنسان، قصيدتي في أحسن أميرة، يذكر اسمها طول الأزمان، والنافسة كانت مثيرة، ورفرف علمها في كل ميدان، وعلى المركز الأول جديرة، وبين المحافل فعلها بان، وعلى المركز الأول جديرة، وبين المحافل فعلها بان، وقايد فطن ماشى نظيرة، هذا خليفة عالي الشان، حب المواطن في ضميرة، ولا يرتضي على الشعب نقصان، الشعب يهتف والعشيرة يعلف صحة وخير وإحسان، الشعب يهتف والعشيرة يعلف صحة وخير وإحسان، أبو راشد قاد المسيرة، ولجل التميز حط عنوان، وسط البحر سوى جزيرة، وشيد من العمران بنيان، والجيش أبو خالد يديره، واهذق وخلف رجال شجعان، حكمة وذكاء وعنده بصيرة، وكل من تحدى رد خسران، والجيش أبو خالد يديره، والجيش أبو خالد يديره، حكمة وذكاء والجيش أبو خالد يديره، وكل من تحدى رد خسران، حكمة وذكاء وعنده بصيرة، وميراج تقصب بالذخيرة، وعلى الهدف غاره ونيران، طارت من الظفر الظهيرة، وبين فعلها برأس مران، وصلوا عدى نفح العبيرة، على النبي من نسل عدنان، ما ناح طير في الظهيرة، على الغصن والعود طربان، على الغصن والعود طربان. هذا طبعا وطنية القصيدة. جميل، أجمل شيء نبدأها بقصيدة وطنية، ويعني نحن نبارك لهم بهذا العيد. خلينا نسألك شاعر أستاذ أحمد عن رأيك في ترجمة القصائد بعضها إلى لغات ثانية، مثل نشوف بعض القصائد إن كانت النبطية ولا إن كانت الفصيحة هي تترجم أحيانا بلغات ثانية، أنت شو رأيك؟ وأحيانا العكس من لغات ثانية تترجم إلى اللغة العربية. بالعكس، القصيدة إذا ترجمت ترجمة الثقافة معها، سواء ترجم منها إلى من العربية إلى الإنجليزية، أنت تنشر ثقافة. صحيح. والقصيدة ثقافة. القصيدة ثقافة. نعم ثقافة. عندك ديوان شعري خاص فيك. نعم. نعم. خبرنا عن أثره، لأثر هذا الديوان الشعري لك في عالم الكتب. والله نسوي الديوان طبعا الأولى باسم نسائي من الدار، طبعا أثر على بالنسبة لي أنا أشوفه إنجاز. نعم. نعم. أشوفه إنجاز، وأنت تحتفظ بس بالعكس أنت يعني توثق القصائد الموجودة عندك، تكون مخضقة على الأقل في الوزارة وفي كل مكان، وهذا الديوان يحفظ القصائد اللي يمكن بعض القصائد تروح عنك. صحيح. لكن لو عندك ديوان على الأقل يحفظها. في ديوانك الخاص شو أقرب قصيدة لقلبك واللي تحس أنه حتى ولو قريتها وايد ما تمل منها؟ والله أنا أقرب قصيدة لقلب أول قصيدة كاتبنها. شو هي؟ أقول ضاع فكر العقل وتوقف شغيلة، حاير محتار مهموم ذليل، وذرف العبرات ودموعي هميلة، والتعي ونوح شروات الهبيل، قلبي المسكين زايد باعليلة، واللهب في اليوف مسوي شعيل، والسبب من بسمة ورود جميلة، وكم أنا جاسيت والسب الجميل، وكم سهرت الليل والعالم ذهيلة، أكتب الأشعار في وصف الخليل، وعن حبيبي مول منوية البديلة، هو حياتي هو غناتي والزميل، مدعج العينين ووصوفه نبيلة، بارج الخدين والمضمر الحيل، هو ربا ما بين الأريام الغتيلة، فالغوى والحسن محد لمثيل، وجفى عني وخلاني مليلة، أطلب المعبود يجعل لي خليل، والصبر مرن وللعاشق جتيل، وكم حبيب في الهوى أصبح جتيل، والهوى خداع ياخذ كبد غيلة، ولي جفاك أصبحت تعبانا عليل، ولي جفاك أصبحت تعبانا عليل. هذا أول قصيدة نعتز فيها. صح لسانك. حلو الشعر الغزلي، فدوما لما نحن نروح نسأل الشاعر ليش كتبت القصيدة الغزلية يقول هي من وحي الخيال، فهل كل الشعراء القصائد الغزلية من وحي الخيال؟ لا حقيقة واقعية. أنا أقول والله عاد إحنا ما نقدر نتحكم، هذه كذبة الشعراء يعني. شوف هم شعراء، هم كذبة الشعراء مصدقة. يقول لك أعذب الشعراء كذبة، لكن في الغزل ممكن يكون عنده تجربة، ممكن الله أعلم، وممكن يكون من الوحي الغزل. هذه القصيدة من وحي الخيال ولا حقيقة؟ عشتها فعلا؟ والله ما أعتقد أنها في حقيقة، احنا كنا في سن صغير يعني مبكر، يعني في الخمسة في الأقل يعني ما أتذكر العمر بالضبط،
لكن في سن صغير كاتبنا. يعني إذا قلت سن صغير يعني واقعية كانت. قبل ما سبب مشاكل الواقع ما كان هالشكل هالدرجة. إحنا بطلعتنا إحنا ما شيء. في حد يمكن يتابعك. لكن من وحي الخيال. من وحي الخيال عندي قصيدة سويتها في البوسنة. هذا وحي الخيال فعلا. وين سويتها؟ في البوسنة. في البوسنة. معلوم هناك. حديث وحي الخيال بعد؟ لا هذه. هذه حقيقية. اللي هذه وحي الخيال. اللي في البوسنة تقدر تقولها وهي واقعية؟ وانت صرحت انها واقعية. لا مش واقعية. مش واقعية. من وحي الخيال. من وحي الخيال. نعم. هذا القصيدة فعلا يعني كتبتها يمكن في لحظات. هذا القصيدة فعلا. اللي أنا أقول منها قصيدة طبعا. الأفكار الشعرية كانت هناك وايدة في. يمكن والطبيعة. هو شوف هو الشاعر قال بوسنة وخيالية نحن هنا تكلمنا واقعية. لا والله ما شاء الله. شو رأيك نسمع منها مقطع؟ والله بحاول سمع. أقول من الظلم إذا قلنا جسمها يشبه بزوغ الحيب. لا والله جسمها فاق البياض وما بعد شابه. شبهت ببياض الثلج على القمة وله ريب أو انحسار الثلج من على الأشجار أو قمة الغابة يبين الدم في الشريان ولكن نشرات الطيب سكاع ريحة العود المصفى من أطيابه يشع الخد كالبراق لتهادى على المغيب عليها هداب مثل الجند المصطف أهضابه كبير الحظ ليشابك الكف بالكف وله عيب على سنة محمد وكتاب الشرع وثق كتابه تلقاه البخت ومن تلقاه البخت حصل الترحيب تخيل منحر الشفاف ولا صفته هدابه تلقاه البخت ومن تلقاه البخت حصل الترحيب تخيل منحر الشفاف ولا صفته هدابه وخش من شرات السيف في قبضة الفارس الحريب حكم الإعدام صدرها فكيف الروح تحيابه صبوع اليد كفوف الحور أو طلات علم الغيب يفوق الوصف ولو شاعر بغى يوصف تعايابه نعم خلقه من الرحمن تشبه بنات الغيب يا عريب ربت ما بين حضان الطبيعة وفاقت أسبابه بشر ما مثل البشر ولا شفنا على التقريب كنا تلبس حسن يوسف أو تغطى بجلبابه كنا تلبس حسن يوسف وتغطى بجلبابه هذا موحي الخيال صح الله لسانك صح ولكن لسانك. على فكرة عقب هذا الشعر والقصيدة عبد العزيز باكر بيصير البوستة صح؟ لا شو تقصدين انت؟ وقال من وحي الخيال يعني. علشان تستوي هناك بعد شاعر ها اوكي يعني هناك في لو اذا شاعر الشاعر بيستوي هنا ولا هناك في افكار ممكن بلا كمال تكون هناك شوي افضل هي تقصد شيء ثاني يعني انا عارف يعني. تعرف؟ انا ما اقصد شيء على فكرة لا انا اقصد يعني الافكار انا لو بصير شاعر يا مروة من برنامج 7 على 7 يعني وانت موجودة اقدر اصير شاعر من كثر ما استضاف الشعراء يمكن استوي شاعر لا لكن الشعر موهبة موهبة لا تقدر تتعلم ولا تقدر شيء صعب لان مروة صوبي انا حذالي فاقدر اصير شاعر والله شكرا ها لا بالعكس فعلا لا لا كلامك صح زين الشعر هل نشرت قصايدك في مواقع التواصل الاجتماعي وين تشوف نفسك يعني اكثر في مواقع التواصل الاجتماعي والله انا احيانا في الواتساب عندي واحيانا على سناب شيء بسيط يعني بس ما انشر وايد ما تشوف ضروري ان تكون موجود اكثر مثلا في انستغرام ولا في سناب شات والله ما على الامور هذه ما تهمني وايد ما تهمني يعني وايد لان مثل الانسان الواثق من عمره ما يحب ان ينشر ولا ما انا احيانا بعض اكثر الاشياء ما انشرها لكن ما مثل أنشر. القصائد الجميله اللي تنتشر الحين صار في الزمن هذا الديوان يمكن الناس شوية. يعني لا غير يشوف في ناس متذوقين للشعر وممكن انهم ياخذون الديوان والشعراء لكن الناس العامه يعني صعب ان الحين يبدا وياخذ ديوان لا توصل القصائد او يشوفها على انستغرام ولا على سناب شات صارت الاقرب أسهل. واسهل له اسهل له كلام صح وفي المرء المقروء والمرء يعني الحين انواع من الديوان موجوده يعني ممكن الانسان يبدل في الديوان او انه يسوي ديوان مقروء او ديوان مسموع هذا يقال بأن ما في إبداع بدون معاناة وألم عند الشاعر يعني يوم يحس أنه مضايج شوي ينزف كلماته على الورق هل هذا الكلام صحيح أو لا أو أنت مع هذه المقولة أو لا والله يمكن يمكن مع المقولة أحيانا نعم. ممكن يعني يترجم حالة مثلا تمر عليه يترجمها إلى, 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 إلى قصيدة وهذا واقع شو أكثر قصيدة تحس أنك شعرت بأنك فعلا نزفتها على ورق وطلعت اللي في داخلك ما بديك يعني النزفة لكن شيء بسيط مثلا من الأمور هذا لكن الحمد لله أنا الحين ما أتعرض للأمور اللي ننزل الله لا قال إن شاء الله لك ننزفها آمين أقول يا قلب وش بك
صابح اليوم مغبون مسترجع الذكرى على ما جرى لك أثر الزمن يجري شرى مرة تضعون خلك مريح البال والسعد فالك فكر وهونها ترى المشكلة تهون واتبع طريق الحق ولا يضيق بالك وارحم فقيرا حاجه الوقت ممحون وراعي التعفف مغتني عن سؤالك وامغط يمينك بالخفاء لا يحسون عليك نخشى من ريا في امتثالك ولا تترك الشيمات ولو كنت محزون سنة محمد والخلق راس مالك هذا طريق الحق وبالحق يسعون وترك كلاما بالوشال وسعالك ودرب السفاهة بالحذر لا تمرون ولا تؤمن صروف الدهر لو سفالك وهذا الوطن أمك لا تعيب وتخون ما تنغفر زلتك لو سمت حالك وهذا الوطن أمك لا تعيب وتخون ما تنغفر زلتك لو سمت حالك الدين رحمة وبالسماح يجازون ودرب التقى لا تبعده عن مجالك ود المناسك واتبع اللي يصلون تنجيك في يوم الحشر والمهالك والختم صلوا عد مناضة تمزون على النبي المبعوث وبالخير سالك على النبي المبعوث وخير سالك اللهم صل وسلم صايد الوعظ طبعا الشاعر يكون يكتب على كل فعلا على كل على كل ايه حاله يمر فيها هذا هو على كل اللي يعني الله يوفقه طبعا نعم في ناس يكتبوا على غزل مثلا معين او وطنيه او شيء لكن الحمد لله احنا توفقنا الحمد لله لك الحمد لله رب العالمين الحمد لله طبعا نشكرك واستمتعنا معك في هذا المساء الجميل في ثاني ايام العيد المبارك شكرا لك الاستاذ احمد بن صالح الطوفان شكرا نورتنا ما شاء الله عندنا قصيده لفزاع لكن رجال الظهر نختمها مع فزاع تفضل زي ما نردك طالبا والله زين هذه القصيده لفزاع دي سوينا طبعا كان ماخذ المركز الاول في الخيل نعم وينات اقول فزاع يا نبع السمات النبيله يا شهم يا مغوار يا عز دارك يا فارس للخيل تعرف حكيله ويا الشاعر اللي فاق كل المدارك يا فارس للخيل تعرف حكيله ويا الشاعر اللي فاق كل المدارك ماخذ من محمد صفات جليله نهجك ابو راشد ومساره مسارك والرقم واحد ما تدور بديله يا محنك الافكار صاب اختيارك يا ماسح الراس اليتيم ومثيله ويا غايث الملهوف يوم استجارك وكم ارمله كانت حمل الثقيله عاشت من افضالك وتجني اثمارك ان قلت شيخ اجوديا قليله يا مناك تبذل بالعطاء مع يسارك ان قلت شيخ اجوديا قليله يا مناك تبذل بالعطاء مع يسارك اكرم من الامزان وبلو هميله وانصبت ارضا صار جودك مبارك خيرك تسابق في سعيك وجميله والمجد يسعالك ويتبع مدارك والسعد في وجهك يا زاك السليله دومه مراود لك وملازم ديارك يا واثق الخطوات ما فيك حيله واضح شرات الشمس من نور نهارك الله يديمك تاج مجد نشيله انت فخر لدبي والفخر دارك انت فخر لدبي والفخر دارك صح لسانك والله واستمتعنا معاك شكرا لك الشاعر احمد بن صالح القصائد واقف وقتكم ضيق استمتعنا ما ودنا نختم والله معك انا حاط القصائد ما استعملت بعدني الله يبارك مرات الجايه ان شاء الله شكرا لك يا مرحبا يا مرحبا الله يبارك فيكم كل عام وانتم طيبين مرحبا مرحبا الحين كيف نعرف ان المواشي باختلاف انواعها ملائمه للذبح وش هي الاعراض اللي اذا شفناها على المواشي نبتعد عن شرائها للتعرف على المزيد من التفاصيل نتابع ويا بعض هذا التقرير رح نعمل مقارنة بسيطة بين الذبح داخل المقاصب والذبح خارج المقاصب. بنبلش بالذبح أول شيء اختيار الحيوان. بالذبح داخل المقاصب في عنا فحص بيطري قبل الذبح ببين علامات الحيوانات المريض فيما إذا كان مريض رح نذبحه. بالتالي وقت اللي نحن منمنع ذبح حيوان مريض منخفف الخسارة الاقتصادية على الزبون ومنمنع خروج لحوم سيئة النوعية للأسواق أو للاستهلاك الخاص. بينما الذبح خارج المقاصب ما رح يكون في فحص بيطري قبل الذبح وما رح يكون في مراعاة للشروط الصحية أثناء الذبح. الذبح برات المقاصب ما في عندهم نظافة، الأدوات غير معقمة، وأصلاً العمال اللي بيذبحوا برات المقاصب ما رح يكونوا عمال مدربين. يعني اللي بده يشتري حيوان ويذبحه برات المقاصب بيكون عم يجني على حاله، لأنه عم يستهلك لحوم سيئة النوعية
وممكن تكون مريضة. شروط الحيوانات المفروض تنذبح، يعني شو المواصفات الحيوانات اللي بدها تنذبح، أو شو العلامات الغير طبيعية بالحيوانات اللي نحن ما لازم نشتريها للذبح. هاي نحن بنقول عنها اسم الأبنورماليتيز، العلامات الغير طبيعية بالحيوان. في عنا أول شيء ممكن تكون الوقفة غير الطبيعية. يعني شو الوقفة غير الطبيعية؟ ممكن يكون الحيوان عم يرجف، حيوان مايل على اليمين أو على اليسار، ممكن يكون في عنده مشكلة بالأقدام. إذا كمان المشي غير الطبيعي للحيوان، إذا كانت المشي غير طبيعي للحيوان ممكن يكون حيوان ما عرج، وبالتالي ممكن تكون في إصابة بالمفاصل، ممكن يكون في كسور. بعدين بدك تشوف الحيوان أو جلد الحيوان، هل في أي طفيليات خارجية؟ لأن وجود الطفيليات الخارجية على الحيوان ممكن يكون مؤشر لمرض ما رح يبين عليه قبل الذبح ولا بعد الذبح، ممكن يبين عليه بعد الاستهلاك. ما في شيء اسمه علامات خطرة، يعني هون ما في خطورة كتير عالية. هون الخطورة أنك أنت الحيوان اللي بدك تشتريه إذا كان غير مناسب للذبح وفات انذبح، تمام، رح تحصل أنت على لحوم سيئة النوعية أو يكون فيها أمراض تعمل لك إصابة فيما بعد. فنحن بمجرد ما طبقنا الاشتراطات هاي اللي حكيتها من شوي، العلامات الغير طبيعية إنه ما تكون موجودة، نمنع وجودها، فأنت راح تكون بالتالي عم تحصل على حيوان بعد الذبح راح يكون لحوم سليمة ولحوم ممتازة للاستهلاك. وهلأ مشان نورجيكم كيف طريقة الفحص البيطري قبل الذبح، راح هلأ نتوجه مع الدكتور رامي راح يورجيكم كيف طريقة فحص ما قبل الذبح. الفم اللي بساعدنا بالكشف عن عمر الذبيحة، نكشف الأنف إذا في إفرازات، ونحن راجعين نفحص الظهر بحيث أنه يجب أن يكون مكتنز باللحم. بروز الأضلاع دلالة على مؤشر مرضي أو نقص غذاء. بعدها منشيك الإفرازات من الخلف من فتحة الشرج، وآخر شيء نأخذ حرارة الحيوان. وبعد ما انتهينا من فحص ما قبل الذبح الأنتي مورتم، صار فينا ندخله على الصالة على فحص ما بعد الذبح البوست مورتم، اللي بكون فيه طبيب تاني، طبيب بيطري أشرف عليه. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم. طبعا الحين لأجمل فقرة ممكن احنا نشوفها فعلا. معانا شاب إماراتي لاعب ألعاب خفة محترف ومتخصص في قراءة الأفكار، الله يعين. فعلا طبعا بلاش فضايح حيث أبدع وتميز في عالم ألعاب الخفة والخدع البصرية وتعمق في تقنيتها ومهاراتها. خلونا نرحب بالأستاذ معين البستكي، أهلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا فيكم. لاعب ألعاب وأنت بألف خير، وكل عام وأنت بفرع عساك من عواده. صار لي موقف معين، كلام طيب، صار لي موقف مرة مشاهدين الكرام خوفني أنا من هاي خيفان قاعد أفكر. سلمت عليه قبل لا ندخل البرنامج، قال لي إيه موبايلك؟ قلت له صلي على الرسول. قال لي إيه موبايلك؟ فتح الموبايل، قال افتح الحاسبة، اكتب رقمين، كتبت، وقال لي كذا سكرت، حذفت كل شيء، شاف الموبايل ما في ولا رقم، قال لي خلاص حطيه في جيبك. أنا خايفان ما قادر أرد على حد ولا قاعد أتكلم. أول ما شفته قال لي أعطاني ورقة وظرف، كتبت أشياء هني، هو قال إنه بيقرأ الأفكار وبيعرف شو في هاي الورقة. شو رأيك قبل لا نبدأ بالعيد وكيف قضيت العيد نعرف شو في هاي الورقة؟ أنت ما تبغى نسأل يا سيدنا الكرام إنت المشكلة أو باسورد تليفوني إن شاء الله شو بتختار؟ يلا نقول بسم الله ما عرفت نبدأ بالحركة ما في أسئلة على طول تخوض ما مشكلة بنبدأ خفيف ها ونبغى نوصل للأشياء الحلوة الزينة القوية مثل ما اللي في خاطركم. كان أخوي عبد العزيز أباك تشوف إن في تراب الجمهور في عندك 5 كروت برسومات مختلفة، رسومات هندسية، تراويهم في مربع، في دائرة، صح؟ في زائد، في نجمة وفي ويفي لاينز. أباك تخبص تختار لك واحدة من غير ما أنا أشوف وتحطيها على أيدك وتحطيها قدام، بحاول أتحسس لو أنا ممكن أعرف الرسمة شو هي. حط الباجع على صوب، حط واحدة على ايدك، مدها قدام، اشوف لو ممكن اعرف. اخترت واحدة. اخترت واحدة. حط الباجع على صوب، اعطهم الباجع حق الاستاذ مروة. علشان خاطرك بس يا مروة. زين اخترته وين الباجع حطيهم تحت؟ حطهم تحت. خلاص؟ حطهم على ايدك، حطهم قدام، خليني اشوف. قدام نعم. ففي هل في اي طريقة
أنا ممكن أعرف شو كانت الرسمة؟ ما في أي طريقة صح؟ لا. أنت اخترت وحدة. أستاذة مروة ساعدتك أعتقد تختار اسمع كلامها. الرسمة هاي اسمع كلامها زين. ما في أي طريقة أنا ممكن أعرف. لا ما في كيف. لا. أعتقد لو مو غلطان راوت الجمهور ما راوت الجمهور. مو مشكلة مو مشكلة. لحظة يوم تقولنا من راوي الجمهور. شو؟ خمس رسمات واحدة منهن علامة زائد زائد راويهم الجمهور. أوه. شكرا يس زائد أوكي شكرا لكم زائد أباك اختار رسمة واحدة رسمة ثانية رسمة ثانية هالمرأة سبتعقد علي يمكن أنا قاعد أشوف من ورا شيء تختار لي واحدة ثانية تخبص تحطيه في الظرف تسكر الظرف وتحطيه على إيدك هل ممكن في أي طريقة أنا ممكن أعرف تفضل يلا عندك واحدة؟ هي نعم اخترت واحدة أوكي أنا شفت أن الأستاذ مروة اختارت واحدة ثانية غير علامة الزائد فعندي من الأربع عندي واحدة أنا حاسس أنت متفق يا مروة خليني أنا أغير إذا غير المشاهدين الكرام ما يقولون شيء إذن على فكرة ما رسمات هندسية مختلفة خمس رسمات في واحدة بتختار بتحطي في الظرف ما في أي طريقة أنا ممكن أعرف اختار في ناس ممكن يشوفون من ورا يمكن أنا قاعد أشوف علامة أو شيء حطه في إيدك حطه مد إيدك قدام ما يبين شيء ها اخترت تفضل إذن حط مد إيدك قدام هل في أي طريقة لا ما في لا ما في استاذه مروه اختارت ولا انت اخترت انا اخترت انت اخترت غير الورقه رسمه فيها رجوله رسمه فيها تستانس ها رسمه فيها قوه فيها فيها اضلع حاده ما اعرف مربع طلع راوي الجمهور مربع مربع والله مربع راوي الجمهور مربع. شكرا مربع اوكي استاذ عبد العزيز النقطه اللي بوضحها معليش اخوي عبد العزيز علق كلهم يعني كلهم نفس الشكل ما في شيء مختلف فيهم لو تشوفين فعلا حتى الالوان بعد موجوده وحطينا نحن في الظرفه يعني زين انا كنت طالب منك اليوم تجيب وياك ديك اوف كاردز صح عندك ديك اوف كاردز تطلع ديك اوف كاردز في ديك اوف كاردز بس للجمهور في حال ما يعرفون في 52 بطاقة أو كرت مختلف هي. اللي أباك تسوي أنت بديك أوف كارت يبقى تطلع اخبص اختار واحدة حطها في الظرف حطها في إيدك هل ممكن نسوي المستحيل اليوم بشوفون وايد مستحيلات في الاستوديو جمهورنا في الفجيرة اخبص حطيه في الظرف اخترت واحدة للحين ما شفتك استشرت الأستاذة مروة ما مشكلة أحيانا خلاص ها يلا مروة أنا وياك استشار يلا أنا ما بشوف ما في أي طريقة ما في أي شاشة هني عندي عسى أعرف هذا شو هذا هذا يلا هذا عندك واحدة يلا أوكي إنزين حطها بالظرف عساس ما في أي طريقة أنا ممكن أعرف شو هي البطاقة اللي أنت زين اخترتها من 52 بطاقة أحطي داخل حطها داخل حطها داخل حطها على إيدك حطها مدة قدام أشوف هل ممكن في طاقة موجودة حولنا في ناس على بالهم إن في طاقة في شيء في طاقة موجودة ممكن الواحد ترى لو نستعمل الطاقة اللي موجودة حوله الحين لو بتعرف أنا بشرد 52 بطاقة اختاروا بطاقة منها البطائق من الأستاذ عبد العزيز حتى أنا قاعد روحي متوتر خذ راحتك في عندك كروت سوداء في عندك كروت حمراء مروة اللي اختارت أستاذة مروة اختارت أوكي كروت سوداء كروت حمراء ما بحاول ان دايموند اثنين دايموند اثنين دايموند طلع خلنا نشوف طلع خلنا نشوف مخرج عادي اروح هلا شليني وياك اثنين دايموند ثانك يو فيري ماتش ثانك يو فيري ماتش شكرا لكم لحظه وبس تراون الجمهور ان كل البطايق غير لا ما يقولون على منهم غير بعض. كلهم اثنين دايموند كلهم غير بعض. كل البطايق غير هذا شو هاي هي خفه يد ولا ثلاث افكار لحظه بسالك هذه الورقه شو فيها إذن بعد أبا أعرف سؤال الحين سؤالين أي شيء خلينا الحين نرجع للسؤال مركز أزل. تقدر أخذ الظرف أنا بقى شو بداخل أنا كتبت على ورقة اسم صديق طفولة وشو يذكرني فيهم أنا رميت بعيد عشان ما تقولين أنا قاعد أشوف من خلال الظرف أوكي. أو أي شيء صح وفي أي مرحلة تعرفت عليهم يلا تفضل معين شو مكتوب في الورقة أعزائي المشاهدين عندي صبورتين فاضيين ما فيهم ما في عليهم شيء صح مثل ما تشوفين مصوبين استاذه مروه في ناس يسالوني احيانا معين هل في طاقه خارجيه انت تتعامل وياها او لا عشان تعرف البيانات المعلومات هاي اقول لا ولكن اقول فرضا لو نتخيل ان في طاقه موجوده في شخص
في شيء قاعد يساعدني. خلينا نسميه عبده. خلينا نسميه عبده. عبده الصبورة من الصوبين كانت فاضية، أباش تمسكين الصبورة، الصبورتين بس تمسكينهم ليه؟ ما تفتحينهم حاليا. أوكي. اللي بنسوي باخذ، لا تفتحينهم. ما فتحت. تعالي بس افتحي شوي. شوي. وعبده دخل داخل. طبشورة اللي أباش تسوين، أباش تفكري لي باسم صديق لك في أيام الطفولة، صديق في أيام الطفولة، في مخك لا تقولين أي شيء في أيام الطفولة. قاعد تفكرين فيه. غير الاسم فكري لي بالذكرى، بشيء قاعد يذكرك بالشخص هذا. اللي باش تسوينه باش تحركين الصبورتين يمين يسار، كأن الطبشورة قاعد يمكن تسجل شيء. يمين يسار، قاعد تفكرين باسم وشيء قاعد يذكرك بالشخص هذا اللي كنتوا مع بعض يمكن أيام ابتدائية، صح؟ اللي باش تسوين بس بسم الله. شو دراك أيام الابتدائية؟ تاخذين الصبورتين تشلين اللي فوق، شوفي شو مكتوب عليها، والثانية شو مكتوب عليها؟ بسم الله. الاسم، الاسم علي. علي شبس عمان. شبس عمان، ذكرى بينك أنت. لا فيك شيء، بسم الله. شو يا جماعة اللي مصورين جماعة كلهم مصورين؟ على فكرة عبد العزيز كمل اللقاء. بسم الله. لا أنا خاف تطلع فضايح. لا ما كمل. ليش مكمل؟ أنا من أعطيتك المبايتة طرشت السنابة ما وصل. الناس اللي طرشنا مختبوا. أوكي لحظة، شو باسورد تليفوني؟ والله لو عرفته. ترى شوفي أنت كل التركيز عليك أستاذ عبد العزيز. ما حد يعرفه. لا لا خليك معاه اللقاء كله وياك. لا خليه وياك. شبس أمان وعلي شخص انت كنت تفكرين فيه، ما في حد في الدنيا كان يعرف. فكري لي برقمك المفضل، برقمك المفضل بس في مخك، كرري في مخك بس في مخك، كانك قاعد تشوفين صبوره سوداء عوده قاعد تسجلين عليها رقمك المفضل. سجلت رقم المفضل سبعه رقم. بسم الله بسم الله. فيك شيء مو طبيعي معين. أنا ما أآمن في ألعاب خفة اليد وتشي، ولكن ما شاء الله عليك يعني أول مرة. لا مش خفة يد، كيف عبده دخل وكذا. أول مرة فعلاً إن يستوي تشي فعلاً. ما في أسئلة. يعني خليك وياها، نحن تفكرنا خليك وياها. من الأشياء أن الناس ما يعرفون أن تليفون الشخص ترى هو مو بس. ليش تضحك؟ شو عندك تليفونه؟ تليفون خايف منك والله. دمع من الخوف معين. لا طالع خلاص كل شيء بس قاعد يطالع كم يوصل لي جاي. خذ راحتك. تليفون الشخص ترى هي بوابة لحياة الإنسان الشخصية. مو بس تليفون، مو جهاز تتصلين بشخص أو ترسلي له مسج. ممكن عن طريق التليفون الناس يعرفون أشياء شخصية لك أنت، أو إنه يدخلون برقم حسابك يعرفون كم في حسابك وكم كم عندك، أو إنه مسجات ممكن ما حد تباني يعرف عنها. ولكن إحنا ما بندخل بعمج في حركة التليفون. آخر مسج على الواتساب. كل واحد لازم يكون حذر بالتليفون اللي عنده، والعادة الباسورد للتليفون هي النقطة أو البوابة اللي ممكن الناس يوصلون لها لأشيائك الشخصية. أخوي عبد العزيز، هل في أي أحد في الدنيا غيرك يعرف الباسورد للتليفون؟ يعني بعض ربعي المقربين جدا أنت ما تعرفهم. يعرفهم. أنا ما أعرفهم، فما في أي طريقة أنا ممكن أكون متواصل إياهم أعرف شو. لا العادة الناس عسى بأن يسهلون الباسورد لأعمارهم. بس لا تكمل. لا الله يخليك. على فكرة أنا بقول لك الباسورد تليفوني عادي. لا أنا أصلاً يعني بغيره. هو جاوب، هو عرف من إجابته عرف. الناس اللي أحيانا يحطون أرقام سهلة، يحطون مثلاً 1 2 3 4، يحطون 0000، ولكن أستاذ عبد العزيز ما حط هالأرقام، حط شيء ثاني.
حط شيء خاص، شيء له، شيء خاص. ممكن يكون أي شيء. أستاذ عبد العزيز، أباك تفكر لي بأول رقم من الباس كود أو الباسورد للتلفون عندك. العادة أرقام التلفونات الباسورد تكون يا 6 أو 4 أرقام. أنا قاعد أحس إن هي 4 أرقام مش 6، صح؟ 4؟ 4 أرقام الباسورد، صح؟ إيه. 4 أرقام. فكر لي بأول أول. لا هي 6، أنا بس لما سجلت 4 أرقام. أوكي، سجلت 4. هي 6، سجلت 4. أوكي. اللي أباك تسوي، أباك كأنك قاعد ترسل لي، قاعد أحس إن في أرقام مكررة، في غير رقم، في أرقام مكررة، 6 أرقام. كأنك قاعد أحس إن ما في أرقام، ما أعرف ليش، ولكن كأن في أصفار، كأن في أصفار في الرقم عندي، صح؟ في عندك أصفار؟ لا، أوكي، في أوكي اللي عندك، أنا ما أعرف، بس قاعد أحس 1994. ليش 1994؟ تاريخ ميلادك، سنة ميلادك، شيء شو هي؟ هو الباسورد هو، بس مش هذا، مش اوكي، شيء خاص به، ولكن 1994. اخ عبد العزيز عرف الباسورد. شكرا لك يا حماصة. انا بطلع يستوي كم دخلت الموبايل، دخلته ولا بعد؟ بعدين تعرف اقبل البرنامج ان شاء الله، انا بكشف لك شو. اوكي، بطل التليفون على نفس الباسورد. نتاكد. استاذة مروة، اللي باكر تسوين تخلين هالظرف عندك، ما بتسألوني كم من سؤال؟ بصراحة يعني شو نسأل وانت ما شاء الله الأجوبة كلها عندك. نحن جايين نقول لك نحن المفروض نسأل شو سويت في العيد. اتفضل، شو الأمور اللي تسويها في العيد؟ بس يعني شو انت تعرف السؤال عندك. انا ما بسألك، انا بقعد، انت بروح بتجاوب. شو هذا الظرف؟ الظرف تخلينا عندك، ما عليك مارة، شكرا. اوكي، عندنا دفتر به اسماء لفنانين، نعم، وفنانات من الوطن العربي. نعم. احنا احيانا شو نسوي، لاعبين العاب الخفيون يسوون اشياء مال برا، لا لازم نسوي اشياء لك انت. حسب شيء من اول يوم انا جيت، نعم، ودخلت في عالم العاب الخفه، انا برد على كم من سؤال من اسئلتكم من غير ما تسالوني. دخلت بايام بالعاب الخفه، حاولت ان ادخل الجو الخليجي الاماراتي، نعم، في العابي، ادخل بكندورة، اسوي عروضي احيانا على الاستيج بكندورة، عشان ان احنا ما نبغى نقلد الناس اللي برا. حلو، نبغى نوصل لمرحله الناس اللي برا هم اللي يقلدونا، هم اللي يشوفون احنا عندنا ناس مواهب موجوده في الوطن العربي تستاهل ان تتقلد، مو احنا نصير نقلد الناس اللي برا. فحاولت ان ادخل حتى ان حركاتي، مثلا عندي من الحركات اللي اسويها على الستيج اللي هي الكويك تشينج، تغيير الملابس بسرعه، اسويها بالكندوره. حلو، ان تغيير الملابس. فالدفتر هذا عندنا فيه اسامي لفنانين وفنانات، احنا بس بنطالع مع بعض والجمهور ويانا باسامي الفنانين، ممكن تقولون الاسامي. نعم. كل ما نشوف الاسامي. يعم. فعندنا مثلا عادل امام، عمرو دياب، عبد الحسين عبد الرضا، طارق العلي، هيا الشعيبي، اصاله، حسين الجسمي، حياة الفهد، راشد الماجد وغيرهم، راشد راغب علامه، سمير غانم، نانسي عجرم، محمد هنيدي، كاظم الساهر، نوال، سعاد عبد الله، وخطفنا على وادي سامي ذهير. اللي باش تسوين استاذه مره، باش تحطين الدفتر هذا على ايدك اليسار. اوكي، انزين، تعرفين اليسار عن اليمين؟ اكيد. حلو، اللي باش تسوين ما تفتحين. اوكي، تفتحين على صفحه واحده بس، تشيكين، تسكرين، تفرين الدفتر بعيد من غير ما يشوف عبد العزيز. سكري، فري الدفتر بعيد. 1، 2، 3. بس ما مبسوط. انزين، ليش انا ما اشوف؟ مو مشكله، هي المفاجاه بتكون، انت تستانس، تستغرب. أوكي. يعني عندك اسم فنان فنانه في الوطن العربي، صح؟ نعم. ابغاك تفكرين بالاسم، اسم الشخص في مخك، كانك قاعد تكتبين على سبوره سوداء، لا تعطيني اي كيو، لا تخبريني اي شيء، بس الاسم انا حاسس انه ل فنانه وليس فنان، فنانه، صح؟ صح. فنانه، عندنا في من الفنانين بانواعها واشكاله، كاني قاعد احس دندنه في اوكي اغني؟ لا تقول، لا تغنيها، لا اكيد ما بغني على الهوى يعني. إيه، كان في اغنيه ببالك، في فنانه واغنيه، اعطيتك ظرف تحيدين قبل ما نبدا الحركه هذه، اعطيتك الظرف، لا تفتحينها. اوكي، هل في اي طريقه انا ممكن اعرف؟ احنا شفنا 50 اسم لفنان فنانه في الوطن العربي، لا فنانة معينة أنت اخترتي، فتحتي الصفحة، سكرتي، رميتي،
فنانة أحلام صح؟ كل شيء فينا الطرف تراوينا الجمهور. أحلام. زين وين أنتوا صورتها أنتوا؟ لا لا في شيء في. لا من الاستديو بعد. كيف؟ مو ببرنتر صورة استديو. كيف؟ كيف؟ يعني هل يعني الأغنية اللي قاعد تندينيها كنتي ما يصح إلا الصحيح أعتقد. ما يصح إلا الصحيح. شو هذه خفة اليد هذه؟ فعلا كنت جالسة أدندن ما يصح إلا الصحيح. لا يعني هذا هي خفة يد ولا هي يعني قراءة أفكار ولا شيء ولا هذا؟ الناس أنسأل عن على موضوع أن معين السوالف اللي تسويها ما هي في خانة خفة اليد. كيف؟ أمورك كأنها أردت الصورة أحسن وأقوى من سوالف ممكن واحد يشوفها يقول لا هاي مثلا خباصة ورقة أنا اخترت. مو بشي أعمق من موضوع اللي هي خفة اليد. أنا من أول ما طلعت في الإعلام حاولت أن أختلف عن الباجين اللي موجودين أني أكون أول شخص يظهر يركز ويتعمق في قراءة التفكير وقراءة الأفكار، لأن هذه شيء كل واحد منا كانت الأمنية في حياتنا أن نعرف الشخص اللي قدامنا شو قاعد يفكر، من أستاذ من أستاذ من الوالد للوالدة من صديق لصديق هذا منو ما كان لبني زوج لزوجة، أن نعرف شو اللي يفكرون شو اللي ببالهم. ما بعرف عسى بعرف شو أسوي شو أقدم عسى أن أكون مطابق للي ببالهم. فحاولت أن أجيب شيء يكون قريب من المستحيل، قريب من السحر الحقيقي، ولكن ما يكون سحر، يكون لعبة خفة بس بعمق أكثر. إن ممكن الواحد لو شاف نعم. يشوف إن هي في خانة. لا هذا عبده كيف صبورة صحيح. اسم كارت رقم موبايل من الأمور نعم. اللي تكون من المستحيلات ولكن في خانة ألعاب الخفة. نعم معين أنا عندي سؤال. طبعا. أنت يوم تقرأ الأفكار يعني تعرف شو يدور براس أو بأفكار اللي قدامك، ما خسرت علاقات وايدة بسبب هذا الموضوع؟ يعني دوم يقولوا لي شو تتمنين؟ أقول إن أهم شيء إن أنا أتمنى لو أني أقرأ أو أقدر أو عندي المقدرة أني أقدر أقرأ نوايا الناس أو أفكارهم. صحيح. ما خسرت علاقات بسبب هذه المقدرة أو الموهبة خلينا نقول؟ مو إني أنا طب السؤال إنه طب كيف ممكن الواحد يوصل لمرحلة إنه يعرف؟ هي أنك تستعمل الحواس الخمس وتخلق أو تستنتج منهم الحاسة السادسة من العلوم اللي موجودة حولك، من بودي لانجوج، من NLP، من الطاقة، من الأمور اللي موجودة في كتب، ولكن لازم تتعمق فيها لدرجة أن توصل لمرحلة أن ممكن تعرف الرقم اللي ببال الشخص بيكون 7، أو أن البين كود ممكن يكون قريب من شو، أو أن الاسم اللي ببالهم صح إنه من المستحيلات. لو تفكر فيها تقول لا واحد زائد واحد ما قاعد يسوي اثنين، لأن في شيء مستحيل في شيء قاعد يطلع من المستحيلات. بنجرب شيء مع الأستاذ. طالع عيونك. لا والله أنا خافوه يركز علي. أنا خاف. بس أنت يعني كيف ربع كيف تتعاون يا ربع كيف تسولفون كيف تطلعون؟ ما يحتاج يسولف. ما تزعل منه. طالع بعينه وأعرف كل الناس ما يخاف منه. مريح غوري. معين أنا بسألك سؤال عقب الهواء. عقب الهواء. خلاص كله فضايح خلاص. لا اوكي استاذ عبد العزيز انت تلعب الطاوله احيانا في مونوبولي تحيد تلعب في الدايس اللي باك تسوي باك تاخذ الدايس وتختار اي رقم ما انت حابه وبغيت وتغطيه بايدك الرقم اللي فوق الرقم اللي حاط اللي فوق اباك تطالعه وتغطي ايدك على اساس اني اعرف هل ممكن استشف ولا لا الرقم الرقم اللي فوق الرقم اللي فوق نعم عندك بايدك وسكر ايدك سكر عندك رقم موجود انت اخترت رقم نعم ما متفقين على شيء وما راوت الاستاذ مره بس انا غشيت انت غشيتي بس ما في اي طريقه انا ممكن اعرف انا ما بخبر رقم 3 صح تراوي الجمهور رقم 3 شكرا اختار رقم ثاني نقول يمكن بالحظ رقم ثاني كيف معين كيف يلا عندك تبقى ما راوت صح لا غيرت رقم 5 رقم 5 راوي الجمهور ثانك يو هالمره انت ما باك تعرف انت ما باك تشوف فيمكن انا قاعد اشوف من البادي لانجوج اباك انت تغير تسكر ايدك يلا انا ما قاعد عشان لا انت تعرف ولا هي تعرف ولا الناس يعرفون فهل في اي طريقه انا ما اعرف ما شفت يلا ما شفت والله ما شفت يلا
انت ما شفت؟ لا ما شفت. ما حد شاف؟ ما حد شاف. عبدو شاف؟ عبدو يقول لي رقم اثنين. برافو برقم اثنين. شكرا لك. ثانك يو. اوكي لحظه معين شو هذه الاكياس اللي بعد؟ اوكي اختار تشيبس. من الاشياء اللي مستعد يا عبد العزيز، من الاشياء اللي معروفه عنها اللي شايفينها في الافلام، احنا حد فيلم لالباتشينو ولا لروبرت دينيرو كانوا يسوون حركه مسمى راشن روليت. الراشن روليت الحركه كانت انه يجيبون مسدس يحطون فيها طلقه واحده بس ويلفون الزند ويسكرون واثنين موجودين وكل واحد يضرب والخاسر هو اللي تطلع طلقه من المسدس. احنا ما بنسوي مسدس وهالامور، ولكن بنسوي بشيء ثاني اليوم. عندنا اربعة اكياس. عندنا كيس رقم 1 2 3 4. بكل كيس عندنا قطعة خشبية. بكيس من الاكياس حسب بس نراوي القطعة الخشبية للجمهور حسب يعرفون احنا شو قاعد ندرس. عندنا قطعة خشبية. بكيس كل كيس من الاكياس حسب ان نثبت الاكياس اللي موجودة هني عندنا. عندنا بهالكيس القطعة الخشبية، ولكن داخل القطعة الخشبية بنحطي مسمار. فأخي عبد العزيز لو أنا ضربت إيدي جو على المسمار هذا شو بيصير؟ بحاسب حط صبعك عليه، حط صبعك حاد، واضح إنه لو ضربت عليه جو ممكن أأذي بعمرك. صح؟ صحيح. عندنا أربعة أكياس. بكيس من الأكياس بنحطي مسمار، ولكن اللي بسويه ان الكيس هذا رقم 1 اللي فيه المسمار صح؟ 2 3 4 ما فيه مسامير. ابغاكم ما تطالعون، طالعوا هناك على اساس اني اغير اماكن الاكياس، وبغيرها هني وهني، وبالكاميرا ما تاخذ على اساس ان الناس ما يعرفون اي كيس فيه المسمار. اوكي. خلاص؟ عندنا أربعة أكياس. أستاذة مروة. نعم. أنا غيرت الأكياس. بتقول أنا أعرف أي كيس فيه المسمار صح؟ بصدي هالصوب، أباشتين تغيرين مكان كيسين من الأكياس. ما بطالع، تعالي غيري مكان كيسين من الأكياس على أساس أن نخلط الأكياس أكثر. لحظة، أشيل المايكات وياح. شو أسوي؟ بس تغيرين مكان كيسين من الأربعة أكياس. تفضلي. تمام حلو. أنا كيس رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 بوحدة منهم في مسمار. أستاذة مروة أباش تختارين رقم. رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 تفضلي. 4. هل تعرفون أي كيس في المسمار؟ لا أنا ما أعرف، الجمهور ما يعرف. رقم 4. بسم الله. خاف عليك. أنا بعد أقرأ الأفكار ترى. سل مروح عني. الأفكار ترى أنا. كيس رقم 1 بس. هي كيس رقم 2 رقم 3 اختار رقم. تفضل. رقم 1 بشوش على إيدك. إنزين أنا بضرب إيدي على رقم 1 بس لأن الأكياس عند بعض تعرفين. تعالي حركيهم شوية شي حساس ما أدق الأكياس في حال ما أنه شوية وشوية هذا وتسحبين هالحلاوه بعيد اساسا في حال ما كسرنا الطاوله الحلاوه تكون سالمه. شو على يدك بس؟ اخت مروه تسحبين هذا بعد شوي هني. اوكي. سموح انا ما بدق الكيس اساس ما يقولون اذا دقيت الكيس سويت شيء. رقم 1 بتغير رايك ولا بترسي على رقم 1؟ لا رقم 1. رقم 1. ايده ترتجف. خايف ليش؟ خلاص بغير هيا. كيس رقم 2 كيس رقم 3 اخوي عبد العزيز تي وتحط ايدينك فوق الكيس. خايف على ايدك. يلا عزيز شو يلا؟ يلا روح لا تخاف. بحصل اجازه لو تعورت ايدي. ما عند المخرج بيعطونك اجازه. لا 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 كيس رقم 2 كيس رقم 3 نزل ايدك شوي شوي روحي حطيني روح انت خلاص
جبان. يلا اعطيني بس اعطي على واحدة. استاذة مروة. نعم. كيس رقم 2، كيس رقم 3، بكيس من الكيسين في مسمار. نعم. تشيك عليه. انتوا اخترتوا الارقام، حتى لو انا غيرت، حتى لو انت غيرتي، انتوا اللي اخترتوا الرقم. تباني انا اجرب عادي ما اخاف. لا على راسي ما يستوي يعني. رياحين موجودين الحربة تضرب. شاب العزيز يتجرب رقم. اكيد. استاذة مروة، تختاري الرقم 2 او 3؟ 3. 3. ما بتغيري رايك بالترشيد على رقم؟ لا 3. 3. غيري رايك شو الرقم؟ الله يخليك شوي شوي. وترتني، الله يخليك بسرعة. بسم الله عليك. بتحطي يدك مكان يدي؟ أنا اللي قدامه خايفة. كيس رقم 2 اللي أنتوا اخترتوا، الناس ممكن يقولون يمكن الأكياس كلها ما فيها المسمار، ولكن مسمار. سلامتكم. شفتي كيف؟ زين من وين تعلمت حرفة اليد هذه؟ هم بسألك من برا يعني، رحت درست الشيء هذا من برا الإمارات ولا؟ تعلمت ألعاب الخفة وأنا عمري 6 سنوات. ما شاء الله 6 سنوات. يعني مو بأن أنا كنت متعمق، أنا كنت جاهل صغير 6 سنوات. ياس ألعب في البيت، هو الوالد كان يبي لي لعبة البازلز، فكنت ألعب لعبة البازلز اللي تحط قطعة على قطعة وتكون صورة كاملة. كان يدي يسقرني يقول معين، شو نسوي؟ خاسر شيء، لاعب كورة ضرب بجامة ما أعرف. معين سبت له، خذ درهم قاعد أشوف، خذ الدرهم عض على الدرهم، يوم طلع الدرهم واللي هي مكسوسة نص. يا اللي بست سنوات ما بعرف شو السالفة، بس قاعد أشوف إن الدرهم كامل تحول انقص لنص. فقلت أوكي، قلت يمكن أسنانه قوية، يمكن شيء كان يحركها، ولا ردت درهم كامل. انا هني زغت، انبهرت، ركضت، صرت الفريج اجمع دراهم، ما اللي ما عنده درهم، اللي درهم وشي، صرت جمعت مال 20 ربيه. قلت يدي يود كثر لي اياهم، ابا اشتري لي دراجه هوائيه سيكل. قال لا، الدرهم اللي كان عندي هالدرهم مال العاب خفه. يدي يوم كان يعرف العاب خفه، حاول يا ابوي، حاول يا عمي اني اعلمهم العاب الخفه، ولكن هم ما بغوا. نعم. انا كنت الضحيه. فهني بالعكس الموهوب علمني. مو بالضحيه، الموهوب مو بالضحيه. لا تحولنا موهوب الحمد لله. فعلمني كل اللي كان يعرف، كل اللي كان في دفتر مهاراته علمني اياهم. الين ما حزت انتشرت الفي اتش اس. عاد انت ما اعرف انت على جيالكم، جيلكم في تعرف الفي اتش اس والبيتا ميكس ولا لا؟ لا شنو؟ احنا جيل قديم مو بدي في دي وسوالف. كان اشرطه الفيديو الكبيره هاي الفي اتش اس، والبيتا ميكس على الاصغر. فانتشرت مالت ديفيد كوبرفيلد، انه كان الناس يرمزون على ديفيد كوبرفيلد. فابوي جاب لي، كان يعرف اني انا احب العاب الخفه، فجاب لي كم من في اتش اس اللي هي الاشرطه العوده هاي، انه تعال طالع انا اعرف انك بتحب الامور. فكنت اطالع ديفيد كوبرفيلد وانبهر بحركاته، ان هالانسان الموهوب النابغه كيف انا ممكن استوي مثل يوم من الايام؟ انا اسوي العاب خفه بس مو مثل اللي يسويه. فكانت ان يوم عقب ما ظهرت اعلاميا بقناه من القنوات المحليه، سويت اخفاء لبرج خليفه كاوماج لاخفاء ديفيد كوبرفيلد لستاتشو اوف ليبرتي. فهي كانت له ان انا ان ديفيد كوبرفيلد كان له اثر على تطوري في الفن هذا. فحيد عقب ما خلصت الثانويه العامه صرت عند ابوي، قلت ابوي انا قررت مستقبلي، شو بستوي، شو بكون؟ قال تفضل، عباله محامي، عباله دكتور، عباله مهندس، عباله حيالله لاعب كوره يمكن. قلت له بستوي لاعب خف، انا ما وعيت الا ظلمت الدنيا بعيني بهاك الكف، سير كمل دراستك. عاد احنا كملنا دراستنا، وبس هم نفس الوقت تعمقت في مجال العاب الخفه، صرت اخذ لي الماجستير، قلت لابوي هاي الشهاده انا مكمل درب الموهبه اللي عندي بالعاب الخفه. جميل. فهاي كانت اني قصه مختصره كيف انا وصلت من بدايه
طلعتي وشوفتي لألعاب الخفة لين اليوم. إذا حبينا أنا وعبد العزيز نمارس ألعاب الخفة ونتعلمها، شو الشروط اللي المفروض تكون فينا علشان نكون خفيفي اليد؟ أنت ما شاء الله شخصيز بروحه ما شاء الله خفيف وحلو وجميل. يعني ما ما شاء الله ما عندك قصور. بس ألعاب الخفة تراها مو بشيء مستحيل الواحد يتعلمه. نعم. عقب ما ظهرت إعلاميا عقب كم من سنة، الشيء اللي أنا كنت بسويه للوطن العربي إني أنزل منتجات أعلم فيها ألعاب الخفة. ففي السوق حاليا حتى في فجيرة في ست سنتر فجيرة منتجات اللي معين البستكي موجودة. إني أعلم فيها، عندي كستاند كامل بالمنتجات أعلم ألعاب الخفة بأنواعها وأشكالها. عندي صناديق اللي هي ألعاب الخفة ومنتجات صغيرة، وأنا جايب لكم برع صندوق كإهداء مني لكم أنتوا عشان تتعلمون ألعاب الخفة. هي إنك أنت تحب وتتعمق، هي مو مسألة إن أنا بشتري لي صندوق سحري أو ألعاب خفة وبتعلم، لا تتعمق عشان تعرف تسوي الأشياء اللي تعتبر مستحيلة في أعين المشاهدين والناس. فعلاً أخوي معين، حتى في بعض المعارض تشوف بعض الأمور البسيطة اللي هي الإصبع اللي تطلع لهذا وتحطيه اللي فيه مسمار وما أدري. وأنا كنت قبل فترة في أحد الدول في سوق شعبي، فواحد من خفة اليد الألعاب هاي يقول تعال خوف حماتك تعال خوف. هذا اللي ضحكني، فقلت له كيف في سكين يحطيها منها وتطلع جزء منها؟ قلت له كيف بخوفها يعني؟ بس قلت له أنا ما متزوج. ففعلا الخفة اليد وصغارية دوما يتعلقون فيها. صح. يعني أنا دائما أنصح الآباء والأمهات دائما في يوم إن أنسأل إنه لازم يا حبذا لو علمتوا عيالكم ألعاب الخفة. ليش؟ لأن الياهل بطبيعته مستحي، الياهل بطبيعته ما يعرف يتعامل اجتماعيا مع الناس كون الكبار أو إن اللي وياهم في المدرسة. فيوم اللي يتعلم له كم من لعبة من ألعاب الخفة ويسويها حق الصغار يحبونه سوى ربع هذا عنده باور، عنده قدرة، عنده شيء. فأنا يوم كنت أسوي في المدرسة فكرت بوين سوى ربعي. فهي الصغارية، وحتى المتزوجين أنا أقول إن حق الزوج إنه يتعلم. ليش؟ يغير نمط الروتين اللي عنده بحياته. يعني أنت نوع ترسم ابتسامة على وجهه، ابتسامة جالس أنت مع الأهل وهذا يسوي لهم حركة حركتين يستانسون، تضيف روح بروح طيبة وابتسامة على وجوههم. يعني فهي شيء ممكن يضيف أي ابتسامة لأي وجه، كون ياهل، كون كبير، كون متزوج، كون مو متزوج، أشياء ممكن الواحد يتعلمها. نعم. ويكون اجتماعي أكثر، هذه وسيلة من الوسائل. صح. ممكن تتعلم فيها. لا لا جدا يعني شيء الألعاب هاي وايد حلوة، يعني تسلي الواحد وتخلي الواحد يفكر. صحيح. يعني تعطيه طاقة إنه يفكر، حتى لو كانوا صغار غير الاجتماعية تعطيه طاقة إنه يفكر كيف زين شيء، فيبدأ يفكر يكون عنده دوما يقول لك الفضول شيء زين للأولاد الصغار. صحيح. يعطيهم طاقة إنهم يفكرون يشوفون الشيء هذا كيف، بس نحن الكبار خفنا الصراحة. أنا كنت دخلت سامحوني على لا بالعكس، هي كان لإبهاركم ولإبهار جمهوركم. زين أنا بعرف قناة الفجيرة باسورد مروة كان هذا عقب البرنامج. لا الحين عادي خذ راحتك. لا عقب البرنامج هي قالت عادي، هي بروح أنا عادي، هي بروح سوينا وكفينا. لا مشكورين، ما في خفة يد كذا بسيطة قبل. ما شاء الله بعد قبل لا نختم الفقرة تفضلي. لا احنا تقريبا ختمناها بالعب الخفة، خلصنا كل شيء. احنا على طول بس الرقم هذا اللي انا خلاني استغرب يعني. انا اقدر اسوي؟ اي ممكن جرب. حطي تحت الورقة و اهي لحظة، الرقم اللي يكون فوق، الرقم فوق اللي الرقم اللي فوق. صح. شو الرقم اللي فوق؟ الرقم اللي فوق عبدو روح اني قال بي اليوم عيد بترقص من وقت العيد اليوم. عبدو تعال قول له شو الرقم. بزعل منه تبيت بالليل عبدو بعد هنا بتخاف اروح. انت اخترت رقم صح؟ الرقم اللي فوق صح؟ 5. تشوفين الرقم اللي فوق 5؟ ايه شكرا ثانك يو. 5 في شيء والله شيء عبدو خلاص. زين لحظة سؤال، عبدو هذا بيخرعنا في الليل ولا خلاص؟ لا إن شاء الله ما في. عبدو بس يكون متواجد وياي، وين ما أكون موجود متواجد وياك. ما يعرف أنا شو تعشيت أمس ولا؟ يعرف أنا شو تعشيت أمس ولا؟ لا ما يعرف. مو بالحد كان موجود وياي ما كان وياك. لا جدا جدا حلو صراحة، فبروح ناخذ إحنا ألعاب الخفة هاي وبينا استضيفوني. يعني نحن فعلا يعني وايد استمتعنا بوقتنا وياك معين البستكي وأيضا عبدو الشفاف ما أدري وينه، ولكن عبدو شكرا على حضورك. الله يسلمك. سعلي وشوف شعمان هاي انت يا خلاص هذا يعني. صح شفت. ها شو ها اخوي معين. اي لا لا اول شيء حاولت اضيعه. شوف شكرا.
خطه فظيع، خطه حلوه عبد والله زين. ها اخوي معين خلاص عرفت. الله يسلمكم. هي ان شاء الله بهر. انا اول استضافه لكم لي في الفجيره، وان شاء الله زياراتنا تكثر عندكم، نسوي لكم اشياء احسن وافضل واكبر ان شاء الله. من الاغراض اللي هي نطير ولا نقطع ولا ايش نسوي ولا نخفي؟ تخفوني. نخفي ان شاء الله. تخفوني ان شاء الله. استمتعنا وياكم فعلا وعينا. ما ودنا نختم والله. الله يسلمك الغالي يا رب. الله يصير ترجعون العيد يوم نرجع. شكرا لك واستمتعنا معاك. كلمه اخيره حاب تضيفها؟ شكرا لكم يا رب. نورتنا. الله يسلمك. وفرت بلديات دولة الامارات العربية المتحدة الكثير من المقاصب للتسهيل على جميع المضحين عملية ذبح الاضاحي للتعرف على مميزات الذبح بالمقاصب الحكومية. نتابع هذا التقرير من مقصب القصيص في دبي. خلكم ويانا. وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مقاصب دبي. نهنيكم بهاي المناسبة الطيبة ونقول لكم كل عام وانتم بخير. طبعا العمليات اللي عندنا عمليات الأضاحي، طبعا يتم استلام الأضاحي من قبل العاملين عندنا، وبعدين يتم ذبح الأضاحي في هاي المنطقة طبعا بتطبيق الشريعة الإسلامية اللي هي بسم الله والله أكبر. وطبعا أنا عندي القصابين كلهم مهيئين. أن هذه هي طاولة الإدماء اللي هي احنا ماخذين عليها الايزو في مقاصب دبي. طبعا من دقيقة الى ثلاث دقائق ونص يتم الإدماء في هذه الماكينة وفي هذه المنطقة، بحيث انه يكون الذبيحة خالية من يطلع كل الدم اللي موجود داخل في الذبيحة. اول عملية صلق في الذبيحة بعد ثلاث دقائق من ذبحها، لان اذا كان في دم ولا في كان في الذبيحة طبعا يتخلص من هذا الشيء كامل، وتكون ما فيها ولا قطرة دم في الذبيحة. العملية الثانية طبعا مثل ما قلنا بعد طاولة الإدماء يتم صلخ الخروف. طبعا هني مثل ما تكلمنا أول عملية صلخ الماشية طبعا تكون في هذه المنطقة، يصرخ القصاب الماشية. وطبعا في عندي أنا المعقم اللي هو بحيث أن القصاب سكين وحدة يستخدمها، والسكينه الثانيه تكون في المسرب الحراره اللي هو درجه الحراره مالها تكون من 80 الى 95. طبعا هذا معقم السكاكين. العامل يكون عنده سكين وحده يشتغل فيها والثانيه موجوده في المعقم. بعد كل خروف ماكسيمم خروفين يتم استبدال السكين. طبعا كل سكين لها لون معين، بحيث ان اي مراقب مثلي انا المراقب اقدر اني اميز انه هو اشتغل بشو وكانت شو الموجوده اللي كانت في المعقم. الشغله الثانيه اللي هي طبعا انهم لهم فحص كل 6 شهور العامل ينفحص من عندنا من العياده البيطريه او عياده البلديه اللي هي موجوده في ديره. فحص للعمال طبعا ياخذون منهم العينات، فحص الدم، فحص الكبد الوبائي، فحص يكون خالي من جميع الامراض. يكون بعدين احنا يوصلنا تقارير من جماعه من المستشفى ان هذا القصاب خالي من كل الامراض، ويتم طبعا تعيينه في المقصب. طبعا انا عندي حاويات، الحاويات هذيله طبعا يتم تصريف المخلفات في الحاويات الموجوده هني. في كل مكان في حاويات خطيره، في حاويات عندي غير ضاره، في عندي حاويات ضاره وخطيره. طبعا هذه احنا نصرفها من هنا على طول الى برا المقصب. عندي ماكينه الصلخ. طبعا قبل سابقا كان عمليه الصلخ في مقاصب دبي كانوا 3 أشخاص عندي انا عشان بس يصلخون جلد الذبيحه. الحين بعد ابتكار الجماعه هنا عندي في المهندسين ابتكروا لنا هذه الماكينه من 3 قصاصيب صار قصاب واحد، وهو اللي في خلال 3 ثواني يستمع عملية صلخ الجلد. هنا طبعا يتم تصريف الأحشاء الذبيحة. طبعا هذا المكان مهيئ للمصران والعملية. والريل الثاني موجود هذا حق الكرشة والأشياء الثانية على طول برا على المقصب، بحيث أن الروائح، بحيث أن إذا كان فيها مشكلة
في الامعاء ولا كان في اي شيء طبعا يتصرف برا على المقصب، يتعالج خارج المقصب. وشنو عندي من بعد ما يتم العامل يصرخ الجلد ويطلع الاحشاء ويطلع الكبده وهذا، عندي الدكتور هو اللي يفحص الفحص النهائي للحم. طبعا انا عندي خارج كان الدكتور يفحص ذبيحه خروف، وهنا يفحص الدكتور لحم. من بعد ما يفحص الدكتور طبعا هنا يكون عندنا الغسيل النهائي للحم. هنا عندنا طبعا لما يجي العميل طبعا ناخذ من عنده الايصال ونشوف رقم الايصال موجود هنا 34. طبعا العميل يبي الخروف ماله مشوي يعني كامل بدون تقطيع، على حسب العميل كيف يبي الخدمه احنا نسوي له، سواء كانت تقطيع عربي اللي هو المفاصل او سواء كان تقطيع صغير او المشوي اللي هي الذبيحه تكون كامله. طبعا من يكون الايصال الرقم موجود وهو نفس الرقم موجود على الذبيحه. العامل عندنا يسلم الذبائح اللي موجوده كم عددها للعميل، ونقول للعميل يعطيك العافيه وجزاك الله خير. ان كان العميل يبيع الخروف يكون تقطيع صغير طبعا يكون في هذه الطاوله هي لله الحمد يعني تنظيفها سليم خالي من الامراض. طبعا نقول كل عام وانتم بخير، ومثل ما ذكرنا لكم ان هذه هي العمليات اللي موجوده في المقصب من الذبح الى تسليم الذبيحه للعميل. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج عساكم من عوادة، والحين بننتقل للزميل ربيع أبو رجيلة الموجود في دبي من إذاعة الفجيرة FM. نطرونا كتير كتير
الله يعطيكم العافية. ميلان باند دايما عم تخلونا نستمتع بأصواتكم وبنوعية الأغنيات الرائعة. ومساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون الفجيرة اللي انضموا لنا من ذا ريتريت هالفندق الرائع بجزيرة النخلة أو ببالم جميرة، لحتى نتواصل نحن وياكم ونخليكم تعيشوا معنا أجواء عساكم من عوادة اللي أكيد عم بيبث على إذاعة الفجيرة 92.6، وعم ننضم لفريق عمل تلفزيون الفجيرة لحتى نخليكم عايشين معنا نفس الأجواء. مثل ما ذكرنا للمستمعين وهلأ كمان بدي أذكر للمشاهدين أنه ضيوفنا لليوم واللي رح ينضموا لنا بعد دقائق قليلة هني ريم مهارات النجمة السورية والنجم المصري أحمد هلال اللي رح نستمتع نحن وياهم بأغنيات رائعة جدا. إنما ميلان باند اللي عم بيخلونا نستمتع أكثر وأكثر بهالمحطات الغنائية. شو رأيكم هيك بعد بمحطة غنائية غير شكل هلأ؟ alright يلا أكيد يلا مسمعكم شيء حلو. يلا شو يا محمد؟ يا مبارك يلا أول شيء. He took me back to his Atlanta, na-na. Oh, bombardment in Havana. There's something there is mine, Havana. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I did indeed. But every touch is your la-la-la. It's your la-la-la. Oh, I should be running. Oh, you could be coming, or I. آه إن عدا قلب هوى محكم فاض الجواب منه فظلما يكتم ويحي أنا بحت لا بسره أشكو لا قلبا بناره مغرم ولمحت من عينيها نار وحرقا ترى قلبي هوى محرم كانت حياتي فلما بانت نائرة صار الردى عيناني أرحم. الله يسلم هالصوت ميلان باند. أكيد رح نرجع لاستوديواتنا ومن بعدها مباشرة نبتدي لقائنا من فندق ذا ريتريت ببالم جميرة لحتى نكون بعساكم من عوادة بالليلة الثانية. يعطيكم العافية. أكيد زملائنا الموجودين ربيع أبو رجيل الموجود في دبي الحين وأكيد بنرد لكم عقب شوي. شو عنا يا عبد العزيز؟ طبعا نوجه لهم التحية في راديو الفجيرة يعطيهم العافية ومشكورين هم يعني وأجواء العيد مستمرة معاكم. طبعا نحن بعد هنا عدنا بنروح مع الفن شوية ومع نحطيها أمسية غنائية خفيفة. طبعا إن كانت الحياة سفينة تائهة فإن لذة الغناء هي قوارب النجاة. ضيفنا فنان وموهبة يعني كبرت شبعت عملاقة في الغناء. طبعا الفنان السوري الكبير اللي هو الفنان باسل الأمير. أهلا وسهلا فيك. الله يسعد لي مساكم كل عام وانتم بخير. الإمارات بخير وإن شاء الله الوطن العربي كله بخير. عساك من عوادة. الله يعيد عليكم بالخير والصحة والعافية يا رب. عيدك مبارك. شو الأمور اللي أنت تسويها في العيد أخوي باسل؟ يعني والله شغل العيد شغل بالنسبة لنا نحن. العيد بالنسبة لنا موسم فلذلك شغل ونوم. شغل ونوم ما في شيء ثاني. يعني نقصده مثلا في مثلا أول يوم العيد تقوم الصباح أو هلا نحن بشكل طبيعي ما بننام لبعد صلاة العيد فلذلك العيد ببلش عنا بالليل بنروح الشغل بنخلص الشغل بنرجع بننام. هذا من يوم كنا صغار على فكره نحطي الملابس مع العيد بالضبط ننام عقبها نسهر 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 ننام بنحطهم جنبنا بننام مفيد نلبسهم. لا جميل جدا جميل. كل عام وانت بخير. انت بألف خير يا رب. حلو بعد العيد في الواحد لما يمارس شغله ولا يمارس اكيد طبعا مثلنا انا ومروه موجودين مستانسين مع في تلفزيون الجيرة المشاهدين الكرام يعني معيدين كل حدا بيستانس بشيء معين انت بتستانس بخدمتك انا بستانس بشغلي بمجالي اللي انا بشتغل فيه
ناس ثانيين بتستانس بالطلعات والفوتات هاي. حلو. باسل شو رايك قبل لا نبدا نسمع اغنيه منك علشان يكون بدايتها يعني شيء نتحمس؟ عيون. يلا. أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال. أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال. أنت وبس لحبيبي، انت وبس الحبيبي، انت وبس الحبيبي، انت وبس الحبيبي. مهما يقولوا العزاب ومليت الدنيا عليا وانتو حب وحنية، ومليت الدنيا عليا وانتو حب وحنية. خلتني احب الدنيا طول ايامي وليالي، خلتني احب الدنيا طول ايامي وليالي. انت وبس الحبيبي، انت وبس الحبيبي. مهما يقولوا العزال. الله يعطيك العافية باسل. حبايبي خبرنا منو هو قدوتك في عالم الغناء؟ هلا القدوات كثيرة. نحن أنا نشأت ببيئة غنائية بشكل عام، والدي بغني، والدتي صوتها كان جميل يعني، فلذلك نشأت على وراثة الموضوع. نشأت على أساتذة نهاية، الست أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ما حفظ ألقاب طبعا، صباح فخري، كل هاي الناس اللي كانت عمالقة بالفن، هدول اللي أنا تغذيت من عن طريق أهلي فيهم. جميل. باسل خليني أسألك، إن كل بداية تكون صعبة أكيد، إن كان في مجال الفن أي مجال من المجالات البدايات تكون جدا صعبة أكيد. كلمني عن بدايتك والصعوبات اللي واجهتك في البداية. الانتقال من مرحلة الهاوي لمرحلة محترف صعبة جدا. أنا اعتمدت ببدايتي على برنامج سوبر ستار، كان في طالع برنامج اسمه سوبر ستار، اعتمدت عليه شوي فادني، بس البداية دائما صعبة بدخول عالم أو عالم الغناء يعني بشكل عام، لأنه نحن أخذينها كمهنة وظيفة وليست بس هواية يعني، فالدخول بهذا العالم صعب جدا يعني، ما فيات لأنه كلمة كبيرة ما فيات هاي معنى. طبعا أنا من شجعك أنك يعني تكتشف موهبتك أكثر؟ شجعك تفوت عالم الغناء؟ الأهل، لأنه مثل ما قلت لك أنا عايش ببيت فني يعني، الأهل اكتشفوا الموهبة من الصغر ونموا لي. أنا درست بمعهد دوحة الميماس بحمص بالموسيقى، فقلت موهبتك عند الأستاذ برهان صباغ، وجه له تحية إن شاء الله، الله يطول بعمره. وبعدين درجت يعني ووصلت للمحل اللي أنا فيه هلا، صار لي تقريبا 17 سنة بالإمارات. ما شاء الله جدا جميل. باسل الأغنية السورية يعني انتشرت بالخليج بشكل كبير وصارت من الأغاني اللي يعني مقربة الخليج يعني، كانت الأغنية العراقية والحين الأغنية السورية. كيف تشوف اتجاه الأغنية السورية؟ هلا في نوعين الأغنية السورية، مع احترامي لجميع الفنانين السوريين، في
اللون الشعبي اللي هو مقرب من بعض الناس، وفي اللون اللي هو طربي، اللهجة البيضة السوري يعني مش الطربي الطربي، يعني خلينا نقول نص شعبي. نعم. اللي عم يغني مثلا نصيف زيتون. نعم. هذا الجو. في شعبي شبابية أكثر. أيوة. هلا بشكل عام الجمهور، المشكلة اللي نحن واقعين فيها إنه الجمهور صار من عمر 18 سنة لعمر 26، هذا الجمهور صار بده بس يرقص. نحن وصلنا لمرحلة الجمهور ما عاد بده جملة غنائية، صار بده جملة لحنية رقصه فقط. الأغاني الشعبية تعتمد على الإيقاع، الإيقاع هو اللي بمشي الأغنية، صار الكلام صف حكي، صار حتى اللحن صف حكي، أهم شيء الجملة الإيقاعية بالأغنية. قبل يقولون أن الشاعر هو اللي يختار المغني اللي يغني كلماته. صحيح. ندرة الشعراء وندرة ما يكتب، لكن في الوقت الحالي المغني صار يتنقى وصار هو اللي يتحكم في الشاعر ويغير الكلمات وغيرها. لا أقول لك شو السبب، الشعار اللي عم يعطوا كلام صح ما عاد حدا عم يسمع لهم، صارت ناس تعيش. يعني انت دائما بدك تدور على رزقتك، اذا اليوم انقطعت رزقتي انا هذا مصدر دخلي، اذا اليوم وقفوا المحلات هون بالامارات شو بدي اعمل؟ بدي اطلع على محل ثاني. بس باسل شوف، خلينا اتفق معك في نقطه ويمكن مرات تتفق معي، حتى لو يعني بعض المغنيين اللي يطلعون اللي قاعد يغنون اغاني ما لها يعني ما لها معنى في الكلمات ما تنجح ولا تستمر، هي تكون فقاعه لفتره معينه، والدليل اغاني ام كلثوم الى الحين قاعد تنتشر، قاعد يعاد غناها عبد الحليم، عندنا اغاني الراحل ابو فهد الله يرحمه، طلال مداح خليجيا، محمد عبده الاغاني القديمه. صحيح. الاغاني القديمه الله يعطيه الصحه والعافيه. الفنانين القدامى اللي ان كان على مستوى الخليج او على المستوى العربي إلى الحين لا زالت أغانيهم يعني قاعد تنسمع، ولا زالوا بعض المطربين يرجعون يغنونها من أول وجديد، وهذا اللي راح يستمر. هذا الأصل، هذا الأصل بالطرب. اللي شايفه كله فقاعة، كله وجه شو نسمين إحنا، إذا حطيت أنت عبيت بيبسي اليوم بيطلع لك رغوة. رغوة، هذا الرغوة على السطح بكرة كلها بتنقشع. المشكلة المطربين اللي هلأ عم تطلع جديد، يعني عم تشتغل أغنية بأوقات بكلمة خارج طريق بأي موضوع شوي شاذ، يعني شوي تضرب الأغنية فترة وبعدين خلص تختفي. نعم. إنزين باسل، منو من فنانين الجيل الحديث اللي طالعين تتمنى أنك تعمل وياهم؟ نصيب زيتون. نصيب زيتون. نعم. جميل جدا. ليش نصيب زيتون؟ أخذ خط ثابت، فنان جميل جدا، عنده إمكانيات رهيبة. نعم. حافظ على نجاحه، تعتبره حافظ على نجاحه وصورته. وما بس هيك، حافظ على اللون الخاص فيه، يعني نعم. ما قلد حدا، أخذ لون خاص فيه، كون صورة خاصة فيه وما قلد اليوم حد. أي شيء بتقولي هذا نصيف. نعم. نعم. صحيح. أخذ خط شغال فيه ونجح كثير. يعني. جميل. نعم. جدا. باسل شو حاب تغني لنا شعبي ولا؟ لا طربي ان شاء الله. طرب. اللي ريا طربي. هو ما يحب الشعب شكله. والله نحن مفروض علينا نغني. فعلا. بالمحلات. لإرضاء جميع الأذواق في النهاية. أكيد. نحن أنا بغني كل الألوان بالنهاية. بس أنا اللون المفضل بالنسبة لي هو الطربي. نعم. طبعا نوجه التحية للأستاذ أحمد اللي موجود. طبعا تحية كبيرة للأستاذ أحمد. أحمد تيسير. فنان. ابعت لي جواب. جواب جواب مطمني، ولو انه عتاب 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 لا تحرمني. ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب 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 وطمني. اغيابك طال وبستنى، وقلبك مال تتهنى. اغيابك طال وبستنى، وقلبك مال تتهنى.
سيدي تتهنى، إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت ما راعتني، إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت ما راعتني، إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت وما راعتني، ابعتلي جواب ابعتلي جواب ابعتلي جواب 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 وطمني. شكرا. الله، الجواب لما يتأخر تكون هناك مشكلة كبيرة. أكيد طبعا. منو متأخر عليك في الجواب يا عبد العزيز؟ لا ما في، أنا مع المغني يعني. مع المغني بس أوكي. أنا قلت يعني عشان نقولهم بسرعة ردوا على عبد العزيز. لا ما في. زين باسل، كيفك أنت مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا فعال على تقريبا كل مواقع التواصل الاجتماعي، بس أكثر شيء الفيسبوك ويوتيوب. فيسبوك واليوتيوب. وتشوف ضروري إن الواحد من إن كان فنان أو إعلامي وغيرهم إنه لازم يكون موجود مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي كل شيء. التلفزيون اليوم التغى تقريبا. الله يسامحك. صلي على النبي. صلي على النبي. شو هالكلام باسل؟ اليوم أنت بتقول التلفزيون خلاص وأنا بقول لك المايك خلاص ما في أغاني. بدور اليوم. الأغنية. بدور الأغنية. إحنا عم نحكي بدور الأغنية. بدور الأغنية. اليوم التلفزيون يعني كنا نعرف أيام زمان الأغاني عن طريق التلفزيونات. اليوم الأغاني موجودة عن طريق اليوتيوب والفيسبوك وتويتر. عم تسمعي الأغاني موجودة عندك فعلا. بتقلبي بالموبايل تبعك تطلع كل الأغاني الجديدة. فعلا يعني أنت من متى أخر أغنية سمعتيها في التلفزيون؟ من زمان. خلاص هذا اللي عندي. أسولف وياه. إيه أوكي. لا لا بالعكس أنا. أمزح. لا. بالعكس أنا كل احترام للتلفزيون، أنا طبعا مساعد مخرج أصلا يعني. نعم. فأنا نطاق شغلي بس نحن عم نحكي بالفن. التلفزيون صار دور ثانوي يعني. نعم. إلا بالحفلات الكبيرة مثلا المطربين الكبار وقت اللي عم تنعرض مثلا الحفلة لايف ممكن الناس تتفرج عليها براس السنة. صحيح. بالأعياد ممكن، أما بشكل طبيعي الأغاني الجديدة كلها عم تنزل على السوشيال ميديا. صحيح. صار السوشيال ميديا أخذ كل الحيز يعني. فعلا. أقرب أسهل أسرع. بالضبط. في الساحة الغنائية في منافسة وايد كبيرة. أكيد. هل أثبت نفسك ولك مكان خاص يعني كونت لك صورة ثابتة الحين لسه. أمام المستمعين؟ أنا مطرب طالع لحالي بدون أي دعم من أي شركة إنتاج. نعم. أنا إنتاجي من مالي الخاص يعني اللي عم أنجو أنا عم أنجو، فالموضوع صعب بده دعم يعني. حتى بعد ما ينتج الواحد بده دعم على السوشيال ميديا لحتى يوصل للمحل اللي بده إياه، لازم يكون في دعم، لازم يكون في داعم لهذا الموضوع. نعم. ولسه ما نوجد الداعم. أغلبية الفنانين عندهم هذه المشكلة أن ما في حد يدعم مواهبهم. يعني دوم هذه مشكلة أغلبية الفنانين. لا اللي صارت شركات الإنتاج تقول لك أنا بأخذ الأغنية بعد ما أنت تنجيها وأنا بسوقها وبأخذ نسبة. ما بس النسبة، النسبة الأكبر. نعم. أنا ليش شو اللي مخليني أضطر أتعاقد مع شركة إنتاج تأخذ كل شغلي يعني تشغلني عندها بالأجار وتأخذ 60% من الأجار. لكن إذا هي في البداية يعني يكون شيء مقبول، لأن تشوف الإنسان اللي يحب مهنة ولا يحب شيء ويبي يوصل له لازم تكون في البداية تضحية، لازم يكون في البداية. فعلا. أنا أخذت حالي حطيت بين عيوني هدف إنه أنا أوصل وإن شاء الله أوصل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. ما ضروري يكون أنت دائما تعتمد على الناس لتوصل، ممكن باجتهادك الشخصي. أنا ما سألت مروة منو أقرب فنان لها تسمع له دوما. عبد المجيد عبد الله. عبد المجيد محمد عبد عبده. يا سلام. شو وعيضا من هالي. يا شو أكيد. شو الأغاني اللي تحبين تسمعينها من عبد المجيد عبد الله ومحمد عبد المجيد عبد الله؟ أحب الأغاني القديمة أكثر شيء. أكثر شيء ممتاز. لو كنت عارف أغاني لعبد المجيد بس ما في أغاني انتشرت في الوطن العربي كلها لعبد المجيد، شو رأيك إن نختار أغنية؟ طيب القلب حلو. علشان نعطيها عيدية مروة تسمع شيء لعبد المجيد. كيف أسيبك حاطنها؟ كيف أسيبك؟ كيف أسيبك؟
نفسي ذاك وانت نظر عيني وانا حبيبك انت نظر عيني وانا حبيبك ونحصل واختلافنا او في يوم افترقنا شوقي عني عني لي وانت يجيبك اصلك وطيبك انت يجيبك اصلك وطيبك اصلك وطيبك اللي بيني وبينك اكبر من السوالف دم قلبي بدينك ليه يا عمري خايف اللي بيني وبينك أكبر من السوالف دام قلبي بيدينك ليه يا عمري خايف الله لا يغير الحال نبقى مهما الزمن طال الله لا غير الحال الله الله نبقى مهما الزمن طال أحبك الله لا يغير الحال نبقى مهما الزمن طال كيف أسيبك كيف مش حسيبك وانت نظر عيني وانا حبيبك انت نظر عيني وانا حبيبك الله بقول لك شيء ربي يسعدك انت يوم تغني باسل المفروض تغني شيء خليجي لانه بين صوتك اكثر الصراحه فعلا صح فعلا احس يعني عطاها بجوز الاغنيه انت قريبه من قلبك مشان هيك لا لا بالعكس هي مش قريبه مني بس الاغنيه مع الخليجي احس ضبطت معك اكثر جدا صوتك اقوى هو بشكل عام اي واحد اسمه باسل يكون مميز في اي مجال مشان المخرج بس لا مش مشان المخرج يعني ان كان مخرج الباسل ولا باسل امير ربي يسلمك يا رب حبيبي خليلي اسم باسل اسم مميز شجاع معناها الشجاع طبعا الباسل شجاع نعم. باسل شجاع جدا نحن بننتقل الحين طبعا زين شوف الاغنيه الخليجيه كيفك مع الاغنيه الخليجيه اكثر كويس انا عم غني خليجي بالنهايه مثل ما قلت لك اليوم بالمطاعم او المحلات اللي عم نشتغل فيها مطلوب كل الالوان فاللون الخليجي لون أساسي. مرغوب شويه اساسي طبعا من المطربين الخليجيين اللي انت تغني لهم او قريب منهم غير عبد المجيد من القدامى محمد عبدو عبد المجيد عبد الله عيضل من هالي طلال مداح او طلال مداح شوي الاغاني خالد عبد الرحمن خالد عبد الرحمن طبعا حافظ أغنية رعش قلبي في أغنية جديمة رعش قلبي حافظنها لا بالله لا. لأن سبحان الله طلال مداح الله يرحمه كان لون التقليد أو لون الغناء شوية صعب يكون صحيح هو صعب بس موجود وعم يتغنى بس المشكلة إنه ما عاد عم تطلب الأغاني صارت شوي قديمة صارت الناس مثل ما قلت لك الأذواق العامة اختلفت صارت الناس عم تطلب الشيء جديد هلأ اللي دارج الموجود اللي هو العراقي الهوى اللي هو في رقص يعني نعم هذا المطلوب شو رأيك نحن نرد للزمن الجميل راشد الماجد أغاني قديمة حلوة صح عبد العزيز راشد الماجد وحشتيني كثر كل شيء واحشني المسافة الراح شو بعد ليش كل أغاني حزينة عيد ليش يعني. ليش صحيح عم تحزين الدنيا عيد صح اختار أغنية للعيد نختار أغنية للعيد يلا يبقى شيء كذا يعني ما يحزننا كاظم الساهر عيد وحب يلا عشان العيد يلا عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين لو انت وياي الليلة العيد بعيدين عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين لو انت وياي الليلة العيد بعيدين
أسمع لغة الحبايب أشكال الوان همس نهفة ودلال ودلع الخلة الوردة البيضة بإيدي صارت رمى احمرت من دم الفاير يا نور العين عيد حب هاي الليلة الناس بعيدين لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب. أكيد باسل الأمير نورتنا اليوم في عساكم من عوادة وعساكم من عوادة إن شاء الله. شكرا ربي يسعدكم يا رب. كل عام وانتم بخير. الله نورتنا ونشوفك على خير إن شاء الله. ربي يسعدكم يا رب يطول عمرك. وين مروة؟ مشاهدينا الحين بننتقل للزميل ربيع أبو رجيلة الموجود في دبي والحين أكيد في نقل خاص من إذاعة الفجيرة اف ام خلونا نشوفها ويا بعض. مساء الخير مجددا لكم مستمعينا ومشاهدينا اللي رجعوا انضموا لنا مره ثانيه من ذا ريتريت هالفندق الرائع ببالم الجميره لحتى نكون بهاللقاء الممتع والمميز. احمد هلال اهلا وسهلا فيك مره جديده منورنا عساكم من عواده من هالمكان الرائع ميلان باند الرائعين جدا كمان تحياتي لكم. اما الضيفه الجميلة اللي دائما عن جد أنا بالبوند العريض بقول وجه خير وجه تفاؤل بالنسبة لي على أي برنامج أنا بدي أعمله لازم أنه تكون البداية إذا مش أول حلقة بالحلقات الأولى أو بالخمس حلقات الأولى لازم تكوني موجودة أنت بيناتهم لأنه دائما بتفائل بوجودك وبحب وجودك لأنه بتعطيني طاقة إيجابية للبرنامج ولإلي أنا على صعيد شخصي. تسلم يا واليوم أول مرة بكون أنا وياك بحوار وبلاقيكي ما عم تبتسمي من أول دقيقة رين مهرات موزني ينعاد عليك وعلى يسعدك آمين الله يخليك ينعاد عليك وعليك عليكم جميعا على أحمد وعلى كل اللي عم يحضرونا تسلم رين مهرات شو السر كل ما أقول أنه ضيفتنا رح بتكون رين مهرات بتقوم الدنيا وما بتقعد من كل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي من 70 أو 80% من المستمعين أو المتابعين لبرنامجي ولا غير برامج دائما بيقولوا اي ساعه وكيف وين وريم شو جديد ريم شو السر من هيدا الشيء وانت بعيده كليا عن الانتاجات الجديده. ما هو انا لانه بعيده فتره عن كل شيء عن تلفزيون او عن اي شيء اول شيء اول مقابله لي او اي شيء جديد بيشوفوه مني بيحبوا دغري يعرفوا شو صار بيتابعوا يعرفوا يعني وهي محبه طبعا من الله ومن يعني اكيد رب العالمين هو حبب الناس فيني فبيتحمسوا ليعرفوا شو بدي احكي في شيء جديد بدي اعمله كوني انا بعيده شوي عن السوشيال ميديا يعني بعيده كليا عن السوشيال ميديا يعني انا وقت اللي شوف مثلا علامه انه ريم منزل شيء يعني في يا لطشي لحدا يا شيء انت بدك تعبري عنه بصعيد شخصي بتكوني حاططي اكثر من هيك ما بنشوف شيء عن شغلك عن اعمالك عن فنك عن هالاشياء هيدي لا اي مزبوط هلا انا كتاباتي على الفيسبوك او شيء بنزله هو عن تعبير شخصي خاص فيني حاله معينه كتبتها بس ما بكون يعني ايه ما عم نزل طبعا شيء له علاقه بالغنى او مقاطع عم غني فيها او كذا بس بنزل شيء حصل او شيء هيك بهالفتره سمعته بكتبه ما بحسن ما خبيت تعرفني انت يعني ما هو كرمال هيك انه حتى على السوشيال ميديا وهيدا الشيء ما عم بيسبب لك بعض بالعكس لا انا ما يعني ما كثير عم بهتم بحب انه بالنهايه انا شو بدي اعبر ما خلي شيء اللي بقلبي ويوصل يعني اللي براسي لغيري حلو أي بس. طيب ريم أحمد هلال أحمد هلال اشتركته بأكثر من سهرة وبأكثر من عمل وبأكثر من حفلة مع بعض وأنا كنت سعيد جدا هلا أنتم مجموعين مع بعضكم وكنتوا مجموعين بليلة عيد ميلادي وغنيتوا لي البيرثدي سوا فهلا عم بستعيد عيد ميلادي كان ل 23 إذا بتتذكري هلا من شهرين صح هالشيء بلا فضايح خلينا على 23 بيناتنا وأنت قصيتي قالب الكيك كان 18 أيوه هيدي زبطت معنا أحمد 15 بعدك تحت السن
يعني طيب هلا نحن موجودين بذرت ريت اوتيل. هيدا انت جيتي قبل بمره او اكثر من مره على هذا الفندق ولا هي اول مره بفضل. لا كنت اجي دائما. انا بدي اول شيء حيي اختي وزوجها الميلان باند ومحمد. نعم كنت حب اجي كثير احضرهم وهيك يروق عليهم، وعاده بزور يعني ميلان هون. هي عندي فكره عن فندق ذرت ريت شو بيقدم؟ اول شيء بعرف انه هو كثير صحي. نعم اوتيل كثير صحي لدرجه انه هلا حاسه انه حتى الاكسجين شيء غريب علي. صحيح قد ما منه نظيف لانه ما بتلاقي فيه كل الاشياء المضره طبعاً. ان كان بالجو وان كان حتى بنوعيه الاكل بنوعيه يعني كل شيء كل شيء حتى القهوه اورجانيك اللي بتشربيها اي شيء. بس هو بشكل عام كفندق كديكور كالوان مريح. شو احمد بتحب الاشياء الصحيه؟ بتعتمد الاشياء الصحيه بحياتك؟ انت فنان ورجل رياضي ولا طبعا بشكل عام بس انه بتنام وبقوم باكل وبشرب وبغني؟ لا لا بحب الرياضه انا يعني انا من عشاق الفوتبول يعني بحب لاعب فوتبول كمان بحب رح يبصوا فيك الشباب نعم فبحب الرياضه يعني ف يعني مثلا اذا قالوا لك انه تجي تقعد اسبوع بذا ريتريت بهالمكان الرائع مناظر خلابه اكيد شفتها. انا على فكره اول مره اجي الاوتيل وحاسس ان وانت كنت عارف انه هيدا المكان هو مكان صحي، مكان بيجي الواحد لحتى يعمل مثل ما بيقولوا علاج شخصي بينه وبين حاله لحتى يتصالح مع حاله كان صحيا وان كان نفسيا بهيدا المكان. ما عم نحكي نفسيا يعني علاجات نفسيه، ولكن نفسيا حتى نتعالج معك انا وياك بدنا اياها كل شيء. طيب في مجال هلا نتعالج كلنا نفسيا ونسمع من ريم مهارات شيء بالاشتراك مع سهرك محمد؟ اكيد طبعا. يا محمد شو محضر انت وريم؟ بصراحه عيدي لمشاهدين تلفزيون الفجيره ومستمعي اذاعه الفجيره بدنا نستمتع بشيء معك ونرجع من بعدها نستمتع بشيء مع احمد هلال. شو بدك تسمعينا هلا؟ جاي على بالي غني لكم يمكن روحي يا نسمة. روحي يا نسمة. من روح نحن وياكي مع صوتك النسمة حبيبي. تفضلي ريم مهارات المايك حدك يلا والسمع كله لك. هلا بسمع حالي انا من هون؟ ممكن تسمعي حالك اذا بيعطونا صوت الشباب. ايه؟ يلا اعطوكي صوت. لا 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 روحي يا نسمة عند الحبايب عند الحبايب ويا الحنين قولي لهم كلمة كلمة حبايب كلمة حبايب عالشوق دايبين لا لكن صبرين وبالحب هيمين وحنبقى يا قلبي يا قلبي على طول عشقين لكن صبرين بالحب هايمين وحنبقى يا قلبي يا قلبي على طول عشقين روحي يا نسمة روحي ويا الحنين ويا الحنين ويا الحنين شكرا. لا هي طلعت هيك بلا حمود هلا بلا حمود. طيب هلا ما حمودي شو بدنا نسمع؟ لانه ما قلت له شو بدي بلش انا يعني ما احنا عاملين نحن. طيب ما حمودي شو بدنا نسمع؟ مش عاملين بروفا بس انتم معودين على بعضكم. جسمين اها عم بتصعب عليكي ولا عادي الامور؟ بتضايق يلا ناخذ كورد كلنا بنحبها منا ري الذكرى ترجعني ترى للحين أنا حبيك وأشوفك بين حين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني
وانا ندري علي يبكى احبك لين يوم الدين افرقك الايام ولكل الساعات ريم مهارات بقدر اعطيك هالاشاره على التلفزيون اذا ما شافوها المستمعين بقول لهم انه انا كثير بحبك وانا بحبك الله يسعدك يا رب الله يسعدك يعني دائما بنستمتع ودائما انا بكون مرتاح يعني بنقلب الاجواء كلها بتكون غنائيه فنيه ولحتى نكمل بالغناء والفن اخذتينا الى دني رائعه جدا احمد هلال وين بدك تاخذنا هلا اخذتنا من شوي الى العراق هلا عوين يلا بنقول شي لبنان لبناني؟ يلا منروح على لبنان الأجواء حلوة وفواكه طيبة هلا شو رأيك ريم؟ كيفك بالكرز والخوخ وهالأشياء؟ بعض الفواكه يعني ما تهنيناش كثير مرة وحدة أكلت كرز بعثوا لي إياهم من لبنان الله يبارك بأبو محمد شو بدنا نسمع؟ يلا بنقول يا بتفكر يا بتحس يلا منفكر ومنحس ومنستمتع معك تفضل عم جرب حب ووقف أنا عم جرب مش عم بعرف عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي عم جرب مش عم بعرف عم جرب حب ووقف أنا عم جرب مش عم بعرف عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي عم جرب مش عم بعرف يا بتفكر يا بتحس ما فيك توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس ما فيك توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس حبيبي خليت فينا احساس الا ما اخذته بهالاجواء الحلوه والاصوات شو بدي اقول لكم يعني ما بعرف انا رح اترك الكلمه لمشاهدي تلفزيون فجيره ولمستمعي اذاعه فجيره هن يقولوا لنا شو هيدي الاجواء الفنيه كيف عم تقضوا اجواءكم بالعيد بشكل عام نوم بالنهار انا دائما بالعيد وبالعيد نوم نوم بالنهار نوم دائما بتحبي النوم ايه وبو عم تاخر كثير وبتضايق طبعا ليش انا دائما عندي هذا الروتين النوم أنا ما بحس أنك نويم كتير يعني بس بحاول أنام لأنه في مرة طلبتك إلا ما رديت علي يمكن أنا أو ياسر لا بس بكون نايم برد يعني بس حتى أنت ونايم هو يعني صحيا يعني الفنان اللي بيغني وكده النوم يعني يعني النوم الطويل جرمال الصوت بيكون نعم. أريح وكده يعني وكيف كان موسم الأعياد هلأ مبارح واليوم الأجواء عم بتكون منيحة بالحفلات طبعا ايه طبعا ايه يعني من بعد الحفلات بنتوقع أنه نلاقي شيء جديد مثلا لريم مهارات بده ينزل بالأسواق أو شيء مثل ما أقدرش على زعلك يكون في قريبا بالأسواق وما أعمل مشكل أنا وياك عليه ونسمعه على الفجيرة بس طبعا ليه الشرف طبعا إن شاء الله أصدق ما أقدرش على زعلك كيف والله كويسة يعني الحمد لله الكلام كان حلو واللحن يعني أنا على فكرة اللحن لحن محمد رحيم نعم فيعني محمد رحيم يعني له اسمه طبعا في مصر والوطن العربي يعني عامل حاجات بتجنن
وكلمات احمد شتا وتوزيع احمد عادل. اها. فالحمد لله يعني صدى الاغنيه حلو يعني الحمد طيب. لله عند الناس. قبل ما ننتقل لميلان باند ونسمع منه مجموعه من الاغاني، فينا نسمع ما اقدرش على زعلك بصوتك؟ طبعا اكيد طبعا. اوكي. ونحن ما رح نقدر ابدا الا ما نكون اذان صاغيه. انت عارف انا ما اقدرش على زعلك. الله يسعدك. ما اقدرش على زعلك لو تزعل مني اموت من تاني هرجع لك والله بحبك موت. ما اقدرش على زعلك لو تزعل مني اموت من تاني هرجع لك والله بحبك موت. واسمح لي اسالك ازاي ازعلك وانت في عروقي الدم الدنيا كرهتها ورجعت احبها ونسيت معاك الهم. ربي يعوضني بيك حبيت الدنيا فيك ما بقيت شخف على القلب وانا سايبه بين ايديك. لو يوم تكون زعلان ولا المحك قلقان في وحدتك ما تخافش في حضن قلبي امان. ما اقدرش على زعلك لو تزعل مني اموت من تاني هرجع لك والله بحبك موت. احمد هيدي الاغنيه قلت لي كلمات احمد شتا الحان محمد رحيم توزيع احمد نعم. وشو في ما بعد ما اقدرش على زعلك؟ في ان شاء الله كمان في اغنيه لحن عصام كريكا وكلمات محمد هلال اسمها بيت العذاب يعني دراما شويه دراما هيدي للشتي يعني بإذن ان شاء الله باذن الله. طيب انا بدي سلم التلفزيون بعد شوي بدنا نضل راديو ولكن مشاهدي تلفزيون فجيره لهم الحق الكبير انهم يسمعوا ديو بين ريم مهارات واحمد هلال. اوكي اختاروا لنا ديو برفقه ميلان باند برفقه محمد. قبل ما نرجع لكم كمان حضرين لنا هيك مجموعه شوي. ميلان الله يسعد صوتك شو بدكم تغنوا لنا؟ ديو حلو مميزين فيه بتحبوا اثنيناتكم مش ضروري يكون ديو ديو اغنيه تغنوها مع بعضكم مثلا. في اجمل من المفاجات؟ قلت لك الله يسترك مني الليلي ما صدقتي. انا بحب اسمع منها اغنيه لشيرين كل ما انزلك كلامك. الله بتغنيها معها؟ بغنيها معها او بغنوا كل واحد اغنيه مثل ما بتكون نسقوا مع بعضكم. بس بدي اقول لك انه ممنوع الفلي من هون الليله قبل ما اسمع لو في انا لو في طبعا. هلا غنوا لنا شيرين تفضل يلا. دائما من ذرترت هالفندق الرائع اللي رح يعطينا كل الصحه. كلوني. شو يا ريم؟ ايه ريم بس بدها تغني بتنسى تتكلم. تفضلي الهوا لك. يلا بس ما كنت نقول كل لا 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 منيحة مثل ما بدك. انا معي منيحة ميد بقولها مثلك انا ولا مين كنت انا؟ ما بعرف الا والله عم بتذكر نحن اسمه الاولى. اعطيهم النوتة من عندك. افتكروا
في الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا خلاص ما بقاش وجودك جنبي له معنى رد طيب فين وعودك من اللي ضايعنا حبي ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا في الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا خلاص ما بقاش وجودك جنبي له معنى رد طيب فين وعودك من شكرا على اللي ضاع شوف حقيقتك عالطبيعة اعترف خليك شجاع دي النهاية مش فظيع الف شكرا على اللي ضاع شكرا ريم مهرات شكرا احمد هلال في إلنا رجعه ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع مع ميلان باند حضروا لنا شيء من اجمل البندات اللي عندكم ففاصل وبنرجع يلا طبعا نشكر زميلنا ربيع ابو رجيله من دبي هناك واستمتعنا معاه فعلا والحين شو عندنا مروه فاصل نحن بعد فاصل؟ نحن يلا. بعد عندنا فاصل فاصل مشاهدينا الكرام راح نواصل خلوكم ويانا مروة كل عام وكل يوم وكل لحظة من سنينك وانت يا عيدي بخير وكل أعيادك الله أنا. أجيك مقبل والفرح محتويني فرحة بوجهي وابتسامة بعيني ما أجمل أشعار العيد وفرحة العيد فالشعر له مذاق آخر في العيد اسمحوا لنا الحين نرحب بضيفنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك والشاعر الإماراتي عايش سالم بن عايش يا هلا مرحب فيك الله يرحبكم يا فضلة وجزاكم الله خير عيدك مبارك وعساكم العيدين السالمين كل عام وانت طيب وانت طيب الشاعر خلينا قبل لا نبدأ نسألك ونتعمق أكثر ونسمع منك خلينا نعرف شو تسوي في العيد مع بداية كل عيد العيد طبعا فرحة تعمل الجميع صحيح. جميع المسلمين كانت فرحة فرحة وطن ولا فرحة العيد عيد المسلمين فعلا. نبدأ طال عمرك صلاة الصبح ونبدأ طال عمرك نسلم على الناس اللي هم قبل لا تطلع من المسجد الناس اللي موجودين اللي محيطين في المسجد أنا تعرف أنت لما بتكون في المسجد لمة الناس اللي فعلا. قريبين من البيت اللي عندك أساس أنك ما تتطرق بعد الفطور الصبح أنك تروح تسلم تروح تسلم بعيد والناس اللي ما رحت لها فعلا جميل نعم. جدا نعم. هذه الأجواء حلوة فعلا. اللي هي أجواء بعد صلاة العيد لمة الناس والأهل والأحباب أنهم نعم. يلتمون ويسلمون على بعض فالله يديم الأجواء الطيبة هذه وإن شاء الله على كل عيد نكون على أفضل حال زين مروة عندك سؤال تبين تسألين أنا كان عندي سؤال ولكن نبغى نسمع شيء من شعرك شو رأيك عقبها نكمل لقائنا وياك وأسئلتنا بعطي بيتين كبداية حق العيد يقول ودي أهني هالبشر فرحة العيد لكن بهني قبلهم شخص غالي عيدك مبارك يا عسى عيدك سعيد يا فرحة أيامي وسعد الليالي ببدأ قصيدة يقول فيها لحظات يجبر كزما على المعاناة أشياء تحصل لك ونفسك ضعيفة
كأنك تعيش في وسط حلم ومتاهات. العين باتت من حزنها ذريفة الهم دربك والمواجع مساحات، كأنك تشوف هلال في عز صيفه، تشوف في عينك غدير وبحيرات، وتشوف قلبك على خطاوي وليفة، وإذا تغير صاحبك عشت حالات، البعد رمحه والمعاذير سيفه، مالك على حكمه بنود وقرارات، الليل وشعورك وقلبك حليفه، مكتوب مكتوب يا قلبا عليك المعانات، واضح لك الدنيا بتبقى عنيفة، لحظات حالك زين ويشين لحظات، وحالتك من بعدها بتبقى كليفة. صح الله بدنك. عايش بسألك، أغلبية الشعراء يوم يقرون أبياتهم أو قصيدهم تحس أن متدربين على طريقة الإلقاء، هل هذا صحيح أو لا؟ يعني أحس أن في طريقة معينة لإلقاء الشعر، صح عبد العزيز؟ فعلا. هذه الميزة تفرق عند الشعر، يعني في شاعر أنه يشوفها في شاعر شافها في غيره، أن هذه الحركة أو الأشياء اللي عدها فيها تكون حلوة مجذبة للناس. نعم. وجذبتها في نفس الوقت وتطرق لهذا الشيء. أما يمكن في ناس تخلق هذا الشيء، أنها كيف تلقي القصيدة قدام الناس وكيف الناس تنجذب له وتتابع. نعم صحيح. طبعا أنا خليني أرجع شوية والسالة عن العيد وأجواء العيد وغيرها، متى آخر عيدية خليتها أنت؟ تسألني كنت كم كان عمري؟ 12 13. لا انت انحرمت من العيديه من زمان. ها انت متى اخر مره؟ زين اذا هو انحرم مو بالعيد مبكر، يمكن امس. يعني انا مو بالعيد، العيد ها ما اخذيته، عيد الفطر خذيت عيديه يعني. صح منك انت ما تذكرين. عيت عبد العزيز وعقبها بخمس دقائق خذيت. ما عيت؟ لا أنا عايت، أنا أكبر منه. لا هي أكبر مني. أنا أكبر منه بكم من شهر؟ كم من يوم؟ كم من يوم؟ استغل يعني استغل هالشيء. فعلاً. زين كيف تشوف الساحة الشعرية في دولة الإمارات في الوقت الحالي؟ طبعاً الشعر ما تقدر أنت تحدده في أي دولة ولا في أي مكان أن هذه الميزة أو هنا الشعار متواجدين. تختلف الثقافة. صحيح. يعني لو بتي على الماضي والحاضر في اختلاف، اختلاف العلم، اختلاف الناس يعني فكرها في القصيد اتطور، جابت اشياء من يعني كل اللي جاب من السعوديه، اللي جاب من الامارات، اللي جاب من عمان، اللي جاب من دول الخليج، من الكويت، جاب كل واحد جاب له يعني مثل ما تقول بحر قافيه. بس اخوي عايش في لون اماراتي متميز او مختلف، نشوف يعني عن اللي موجود في الكويت او موجود في السعوديه وموجود في اي دوله خليجيه ثانيه، اللون الاماراتي صحيح في الوان شعريه او تختلف عن اللي موجوده في الخليج، لكن احنا شفنا في بعض الامور ممكن انت ادرى عني صار تاثروا بالخليجيين اكثر من اللون المحلي اللي موجود. كاختلاف ما في اختلاف، نحن طرقنا وطلبنا يعني مثل ما تقول العلم اللي هو اللي طور هالشيء. القصيد الحالي وايد وايد فرق في اشياء، تلقى لك شاعر في عقله علم، يعني الكتب تعطيك الكتب في الرف لو نمسح غباره للثقافه علم واحنا جاهلين، الكتب تعطيك في الواقع حضاره من قراها اليوم تكشف له سنين. فالكتب والعلم هو يطورك في القصيد ويطور الناس ويطور الشعار في هذه الأمور. نعم. ما تقدر تحدد هل الإمارات تطورت في القصيد ما طورت، ولا تقدر تحدد في الشعار. يمكن يجيك شاعر من بيت واحد يغني قصيدة كاملة، وفي يجيك من شاعر بيعد عليك 1000 بيت بس ما تأخذ منه شيء. نعم. أحاسيس الغرام من أجمل الأحاسيس، شو رأيك نسمع أحاسيس الغرام؟ فالكم طيب؟ يلا تفضل. أقول ما بين سلم الشمس ومقارب الليل، بعيد عن شمس الضحى والظهيرة، بين النجوم تميزت نجمة سهيل وبانت مشاعر في حشايا كثيرة، روحي ملكها ولا بقى في الجسم حيل، ما غير أن أتنفس هواه وعبيره، يا ناس
متولع وله ذايق الويل وصارت دروبي عن دروبه قصيدة راقي راقي جباله بالحسن دون تجميل الكحل يزهى في عيون المثيرة ما غير في عيون الكحل أي تعديل زرق الإمامة وباقي الوصفة غيره يا رب تزقي دارها وابل السيل وتسمح من الأمطار واحها غزيرة تبهج نظيرة شوف ذيك الهماليل تروي لها عروق الظما من غديرة لو قلت أمثلها تخون التماثيل ما ريت شرواها في شبه الجزيرة لو تجمع العالم بعد وتكميل ما ظن بلقى مثلها في كل ديرة الشمس غابت وقبل الظلمة الليل وأنا على الموعد عيوني سهيرة أجمع أحاسيسي غرام وتفاصيل ويطلع للناتج عشير وعشيرة صح لسانك هذه قصيدة مكتوبة واقعية ولا من وحي الخيال؟ وحي الخيال كل الشعراء من وحي الخيال لازم يكون عنده جرأة ويقول قصيدة واقعية أنا السؤال اللي دوما يطرح في بالي يعني لما الشاعر يقول من وحي الخيال هو مقتنع أن الناس مصدقة أنه من وحي الخيال؟ والله الناس تصدق يعني شوف الشعار واللي الناس الكبار في السن يعرفون ان هذا هل انه متطرق للخيال ولا متطرق لل نحن من صغار السن علشان شيء ما نصدق لا مستحيل هي الكذبه اللي متداوله دوما من وحي الخيال لا صدقني في اشياء انت تخلقها يعني انت تصيغها وتصورها في بالك عشان اساسا انها تكون احلى من شعراء يوم العرب يوم بيستوي شاعر عبد العزيز بيقول لك اذا هي لا حقيقة هي موهبه سبحان الله ما رزقنا بهذه الموهبه يلا. خلينا نسالك اخوي من شعراء العرب المقربين لك انا ما عندي يعني شاعر معين انا اتابعه أو تاثرت فيهم في بداياتك ما حيتني شعارة تاثرت فيهم بس يمكن عندي ناس يقربوا لي في مجال الشعر ان هذا اللي خلاني انا اطور من نفس القصايد او اطور من ابياتهم صح ما بي يمكن اكثر عنهم بس الواحد يتعلم في اي مجال ممتاز. واذا عنده اغلاط ولا عنده اشياء اي شيء يرجع للناس هذيله ممتاز نعم استمتعنا معك اخوي عايش فعلا استمتعنا معك اخوي عايش سالم بن عايش وكل عام وانت بخير وعساك من عواده وانت بخير الله يجزيكم خير لكن عندي اهداء للوطن تقريبا بعد يومين بتنزل شلة ممكن في مجال اني اعدها يعني باقي دقيقه اني اعدها يعني هي في مجال تفضل هنا تفضل يقول حتى لو ما في وقت نحن نسمح لك يعني الله يجزيك خير يقول نخلق الوقت علشان نأمن بحكم الله ولنهاب الاقدار وعروقنا تنبض بصوت الذخيره حنا شعب زايد بنا عزم واصرار ما ننقصر يوم المواقف خطيرة ما همنا لو كانوا وكثار كل إنها نفسه وحدد مصيره الموج لو ينذر مع الوقت بخطار له كاسر الأمواج ينهي مسيره صرنا على رقاب العدو سيف بتار خابت نواياهم وتبقى قصيرة نير مع صوت العزاوين بثار نمسك زمام الوقت ونشد سيره يلي تشوفها النار لا تقارب النار يلي تشوف النار لا تقارب النار علومنا تنذاع في كل ديرة حنا نحب الموت لا جات الأقدار وعروقنا تنبض بصوت الذخيرة صح لسانك الله خير شكرا لك أخوي عايش سالم بن عايش شكرا لك تسلم جزاك الله خير شكرا على الضيافة حياك الله مشاهدينا الكرام فاصل وبعد راح نواصل خلوكم ويانا حياكم الله من جديد مشاهدينا بآخر فقرة من برنامج عساكم من عوادة 30 عام من الفرح والضحك والبهجة للناس قدم خلالها أعمال كوميدية إماراتية متنوعة للصغار والكبار أبدع على خشبات المسرح وأمام الكاميرا نرحب ويانا بالفنان عبد الله الجفالي هلا مرحب فيك نورتنا وعساك من عوادة عساكم العادين إن شاء الله نحن طبعا اللي موجودين في الاستوديو والأسر الطيب هذه وهذا المنبر طبعا وعروس الشرق من منبركم اقدم للقياده الرشيده واقول كل عام وانتم طيبين ان شاء الله واللمه العربيه والاسلاميه ايضا حياك الله استاذ عبد الله كل عام وانت بخير انا محظوظ جدا وسعيد يعني اجمل عيديه انك تكون موجود معنا في الاستوديو من وانا صغير انت وايد كبير لانك انا وايد صغير من وانا صغير دوما معجبين فيك وطالعك وتضحكنا ترسم الابتسامه في عيوننا والله الحمد لله الابتسامة في وجه أخيها صدقة هذا طبعا فن من الفنون الحمد لله اللي الله من علينا فيها
والحمد لله أنه وصلنا لقلوب الناس يعني. الحمد لله رب العالمين. خلينا نتكلم عن المسرح لأنك أنت صرت الحين وايد قريب من المسرح. شو يعني لك المسرح أستاذ عبد الله؟ والله المسرح هو يعني لكل الفنان لكل المسرح طبعا يعني هذا شيء يعتبر يعني من ذو أهمية كبيرة مقدسة يعني رائعة. اليوم المسرح هو من يرفع كل شخص يكون موجود عليه. صحيح. إذا كان فنان، إذا كان مطرب، إذا كان يعني شاعر، شو ما كان، ما دام يكون على المسرح معناته هو يعني في مكان عالي ومكان مرموق طبعا. إذا كان هو الفنان نفسه يعني مثل ما تقول حاب الشيء فالمسرح يرفعه فعلا. أستاذ عبد الله، اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والبارحة كان أول يوم، شو سويت في أول يوم وفي ثاني يوم؟ والله جلست الوالدة الله يحفظها لي وإن شاء الله ويحفظ كل أمهاتنا وأبانا إن شاء الله. يعني اليوم كان قضيت مسري. العيد ويا الأهل؟ أمس كان اليوم مسري طبعا، واليوم يوم أصدقاء وهذا. جمعت لك عيديات ولا ما في عيديات خلاص؟ والله الحمد لله الحمد لله، المكبة متروس يعني حتى الكاميرا نجمع العيدية وايد. ولا انت الحين تعطينا عيدية مفروض؟ والله حاضرين، بنبادل العمل، انتوا اعطونا العشر بنعطيكم الخموس. احنا ليش بس تبادل؟ نسوي تبادل ثاني. انتوا اهل الفجير فلوسكم غير عن فلوسنا صح؟ يعني احنا عملتنا خمسات وانتوا عشرات دراهم. ها خلاص اوكي خلاص. ها زين، بما اننا نرجع نتكلم عن المسرح ونتكلم عن مسرح عجمان، شو يمثل لك مسرح عجمان؟ والله مسرح عجمان هو البداية، بداياتك، البداية الفعلية، بداية النشأة مثل ما تقول، بداية الموهبة. مسرح عجمان طبعا يعني ما له غنى في عبد الله الجفالي، لأن مسرح عجمان رغم أني أنا يعني من دبي، المفروض أني أكون في مسارح دبي يعني وهذا، ولكن لقوة نقول الجبابرة الفن الله يحفظهم اخواني يعني الكبار احمد الانصاري، عبد الله صالح وهذا، فالواحد يعني مش انه هذا بس كان يتحسس انه ممكن ما يكون له مكان بين العمالقه بين الكبار. العمالقه هذه يعني انا اذكر كنت اتمشى بس عسب اشوفهم من بعيد ما شاء الله حقيقه يعني. مسرح شارجة بالمثل بنفس القوه بس استاذ عبد الله اليوم انت صرت علم من اعلام الفنانين الإماراتيين بصراحة، ومن الناس اللي في كل بيت رسمت فيه ابتسامة، ضحكتهم ونستهم، فصرت أعلم من الأعلام الكبار يعني كان بسبب مسرح عجمان. عجمان لأنه هو على الرغم أن مسرح عجمان يعني فكرة يعني يمكن تكون حصرية لكم الجميع يعني ثمان مرات أنا جيت مسرح عجمان وهم يقولوا لي أنت ما تنفع. أفا اي والله كل ما اروح له ما تنفع، اخر شيء قالوا تعال خلنا نشوف يعني ليش؟ لان حقيقه هيك الايام دخول المسرح ودخول الاشياء هاي كان صعب، يعني صعب ان اي واحد يدخل، مو مثل اليوم كانوا ايضا الاهل كل ما تفتح باب تحصل مسرح وهذا ودشيته، لا المسرح يعني الصراحه انا حالي من حال المخضرمين اللي موجودين، انا اليوم الحمد لله انا اكون مخضرم كوني مع الجيل هذا والجيل هذاك، ولكن الجيل القديم الله يحفظهم يعني لا يعني شيء مقدس. نعم يعني المسرح ما تاكل فوقه، ما تمشي فوقه، ما تدش المسرح اصلا اذا ما عندك شغل، يعني كان مكان قوي. اليوم اصبح سوشيال ميديا خلاص ما في مسرح، ما في ضوابط، ما في شيء، ما في صور بالموبايل وخلاص. صحيح مشكله فعلا. مش مثل اول اليوم اهميه المسرح يعني قلت موجوده الحمد لله يعني كمبادئ كشغلات موجوده، ولكن مو بالمسرح. اليوم مسرحنا اصبح للتهريج. انا اليوم حقيقه مبتعد عن المسرح، صار لي رغم اني اعشق المسرح صار لي الحين يمكن ست سنوات كشكل رسمي ما وقفت على المسرح يعني الحمد لله. ليش؟ لأنه أصبح تهريج قفز وخيزران وشغلات هذه، لا يعني إحنا مو بيارسين. ليش ابتعدت؟ هذا يعني السبب؟ كل شيء لشيء يعني المسرح راقي
فإذا كان الشغل راقي ممكن الواحد يشتغل وهذا. صحيح. اليوم المسرح كله تهريج يعني. أنا جيت ببصد أول شيء أعطوني خزران قالوا إنك بتضرب. ليش أضرب الناس؟ بضربهم برا. الكوميديا تغيرت بين قبل واليوم، ولكن أحس قبل كان يضحك أكثر. الأشياء الكوميدية والسكتشات الكوميدية. الكوميديا تغيرت والفن تغير. ليش؟ لأن اليوم ما في ثقافة. تعال وروح واشتغل. يعني ما في أساسيات. اليوم واحد دوري خلاص، شو دوري؟ شو أقول؟ بس ما يعيش الدور بشكل يعيش صحيح الدور. ويتقمصها فعلا. احنا قبل 4 ساعات قبل العرض نكون موجودين، هذا اقل تقدير، كم من الصبح نايمين، لان اذا اليوم عرض تحصلين من الصبح والله وعين ننتظر العرض هذا وقلق وتعب. صح انه كوميديان، بس شو الكوميديا يعني؟ شو ما كان الدور في قلق. اليوم بدا العرض والحبيب بعد ما وصل. صحيح، ما في هذه المسؤوليه الكبيره. دش العرض واول شيء بسناب، هاي انا جاي الحين وشوفوني بسوي المسرحيه. مالت عليك تفكر في دورك اول شيء، فكر في شو بتسوي. هاي اول شيء عين على التلفون، يعني انت وين المصداقيه؟ صحيح. اليوم المفروض يكون في مصداقيه في الشيء يكون. نعم. يعني الواحد يعني تركيزه في دوره. صحيح. يعني معظمه ما اخر شيء يقول والله تعال انا ما جبت الفانيل مال اسمه. ليش؟ لان انت تفكيرك اصلا مو بتفكير انك تمثل، جاي بس تعال. نعم. استاذ عبد الله خبرنا شو سر، انا ابغى اعرف شو سر علاقتك بكرة البولينج. ها؟ كرة البولينج. منو هاي؟ منو هاي؟ ما تعرفها؟ والله هاي علاقة رومانسية. أنا رومانسية. زين خبرنا عنها، أنا بعرف أكثر عن هذا الموضوع. والله كرة البولينج الله يسلمكم يعني حكايتها حكاية. طبعا في 88 يعني مثل ما الحين مثلا يوم نسمع الأشياء هاي، سمعنا عن الكرة طبعا، لعب كرة القدم، كرة السلة. نعم. كرة اليد وهذا كله طبعا بالون وإنشات ورمي باليد. كرة البولينج هاي طبعا احنا ما عرفنا شو كيف استخدامها، هل هي بريد ولا من هذا، بس سمعنا عنها انها تمشي على الخشب. نعم. ويوم من الايام عاد واحد يعني الله يذكره بالخير وموجود صارق الكرة، هي لان حقيقة صارق الكرة من ابوه، وابوه اصلا ما ادري وين صارق لنا بعد يعني. يعني مسروقة من مسروق. يا رب الشرطة يزخونه ان شاء الله. حتى اليوم هي القضية محفوظة، كرة البولينج مسروقة. نعم. المهم يلعبون على أرض رملية، جايبين الكرة ويلعبون على أرض صبخة، طبعا احنا عندنا صبخة، ويلعبون الكرة هاي على صبخة وحاطين كم غرشة بيبسي. فأنا أول ما جيتهم يعني قلت شو الكرة هاي وغراش بيبسي؟ قلت لهم بلعب. طبعا أنا كنت أكبر منهم سنا شوية وكنت من الزعامة الفريق. نعم. فقلت لهم بلعب. طبعا هم خايفين اذا لعبت عجبتني السالفه ممكن يكونوا مشاهدين وانا العب على طول. هم شي قصدهم. وانا قصدي اني اقزر وقت لما يجون الشباب اللي هم في سناتي يعني. فالمهم ونطق الحرامي، حرامي الكره، قال هاي كره بولينج. فرجعت انا للذاكره اني انا سامع انها تمشي على الخشب وهذه معناته ممكن مستحيل تكون كره بولينج. وقمت انا قلت لهم انتم ما تبون العب، فأنا الحين بلعب غصب. بشوت الكرة علشان لا نلعب ولا أنت. تشوتها بإيدك ولا بريلك؟ بريلي. أوه. فجيت ما شاء الله تحولت إلى روبرتو كارلوس وشوت هاي الكرة اللي خلتني. وعقبها لشو تحولت؟ تحولت إلى كائن جبس طبعاً. 8 شهور والجبس، ولين الحين تكلمتي عن هذا و... والألم رجع. ها؟ إيه هذه الصبح يتحرك. أستاذ عبد الله، كنت فترة في بداياتك في التلفزيون شاركت في مسلسل القريب من الكل اللي هو حير طاير، كنت مشارك فيه أكثر من جزء أعتقد، صحيح؟ حير طاير طبعا يعني أشكر طبعا أول شيء يعني القائمين على هذا العمل، ولأن حير طاير هذا طبعا ما يعتبر مسلسل، هذا يعتبر يعني موروث، نخبة. وانا اللي عجبني الصراحه يعني من منتجين حاير طاير ان اسامع القوه يعني مخلين الفنان المناسب في المكان المناسب. يعني حاير طاير هو المسلسل او حاير طاير او طماشه اللي هو اللي بعد مكمل له،
انه انا اللي عجبني في هذا المسلسل انه هو الوحيد اللي هو النخبه، يعني هذا الشخص موجود في اقصى الامارات يجيبوه، هذا الفنان موجود في مصر يجيبوه، يعني مو تعال عبد الله خذ الدور ولا تعال سعيد ولا تعال خالد، لا لا، يعني رؤيه المؤلف رؤيه المنتج انه هي حقيقه، يعني مثل ما تقول في شغله الفنان الموجود في الفجيره جيبوه فعلا، يعني هذا مخلي المسلسل هذا النخبوي. هذا المسلسل اللي الناس ليش لان اليوم اللي مباشر، وحتى سؤالك يعني عقب مدى، يعني طبعا المسلسل في 2009 وقف تقريبا، فليش الناس لليوم تتابع؟ لانه الشخص المناسب في المكان المناسب، فمن شيء تحس ان المسلسل ما ينسى. كان يمكن من المسلسلات الوحيده اللي لو تسالين اي واحد في الامارات ان كان مواطن ولا مقيم يقول لك انا اشوف المسلسل هذا. راح يعني لان الكلمه اللي تقول احتار ولا تختار، فمن شيء حير طاير معاهم. وقفت فتره من المسلسلات ولا اخر اعمالك؟ والله في الحمد لله الله يعافيكم ان شاء الله، في الفتره الاخيره والله كنت في رحله علاج شوي. نعم. تقريبا يعني شهور تمت الحمد لله. طمنا على صحتك الحين. الحمد لله. شباب. كرة بولينجا شوت ما شاء الله. الامور طيبه الحمد لله. يعني فتوقفت شوي، وثاني شيء يعني حتى المسلسلات الله يعطيهم العافيه اللي سووها الشباب وهذا، كون القنوات شوي يعني ما يعني في الاول الاخيره، فوايد شفت نفسي في قيد الانتظار مثلا وهذا، وبعدين الحمد لله وتوفيق الشباب. استاذ عبد الله، هل تحرص انك تتواجد او تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ولا ما يهمك وايد الموضوع؟ خاصة أن أصبحنا اليوم صار في وايد نجوم على السوشيال ميديا وتشهرهم السوشيال ميديا. والله لو تسأليني أول شيء موقع السناب هذا في تليفوني أنا بقول لك ما أعرف، يعني أنا الوحيد يمكن في الإمارات اللي لا أستخدم السناب ولا شيء. إنستغرام هي حقيقة يعني ممكن تكون وجهة نظر يعني. موجود في الحمد لله رب العالمين مع المجتمع، موجود مع الإنسانية، موجود مع المتطوعين، موجود مع الأشياء هذه، ولكن بعيد عن متواجد اجتماعيا وعندك ظهور في المناسبات الاجتماعية الإنسانية. نعم. وبعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي بعيد كل نعم. البعد ليش؟ لأن مثل ما قلت لك يعني أنا اليوم لما جيت فتحت السناب هذا أسبوع واحد حاولت افتح الطلاسم ماله حتى يبتعد يسمونه، جبت مطاوع يعني وجبت سحر سووا لي، شفت انه صراحه يعني ما احترامي يعني في ناس مفيدين ولكن الأسوأ هم اللي طاغين، فانا وايد ملت اللي هم لهذا، فابتعدت عن الشيء هذا. ليش؟ لأن قلت انا اقدم شيء راقي. لقيت انه ما يناسب رسالتك. ها؟ لقيت انه ما يناسب رسالتك. ما ابدا ابدا. ثاني شيء يعني انا مو من هواة اني اصور نفسي يعني، لا فناني كاميرا تصورنا في مخرج وهذا بعد تجي تصور اعمال اللي هالشغلات يعني انا بعيد عنها والله فعلا، بس اطلع اطلع في يسمونه تليفونات الناس، انا اطلع اطلع ما شاء الله الحين بتظهر في تليفون عبد العزيز. لا انا يعني انا انتظر من اللقاء يخلص لازم اخذ معاه صوره ان شاء الله، وشيء جميل لما نفتخر بهذه الصوره. لا مو بسناب، من بعيد يصورونه. حط لي وردتين بعد فوق راسي. هذه مروه اللي بتحطي لك الوردتين. فراشات ورود. عساكم على القوه ان شاء الله. لا والله بالعكس يعني هي يعني انا عن نفسي مش مقتنع يعني. نعم. مقتنع عن نفسي يعني. انت وايد تشارك في اعمال التطوعيه الكثيره اللي موجوده في الامارات. شو يعني لك العمل التطوعي؟ والله اول شيء نقول الحمد لله رب العالمين ان في هذه الدوله الكريمة، في الدولة اللي بدون مجامل يعني احنا ما بنتكلم يعني ولا سموني يعني علمتنا الشغلات هاي، علمتنا المساعدة اللي سموني. اليوم ما شاء الله نشوف قيادتنا الرشيدة وهي تساعد الدول يعني الا بالفلوس بالهذا. اليوم احنا ليش ما نكون واقفين مع اولادنا مع ابائنا؟ لان ترى خلاص ها كبرنا يعني، احنا اليوم لما نكون مع المسن باكر احنا مسنين. اليوم لازم نكون يعني تطوع، اليوم يعني لازم نحافظ على بيئتنا، لمتى بنتم احنا مع نتريا البيئه ونتريا البلديه ونتريا عمال النظافه وهذا والشغلات هذه؟ لا اليوم المفروض خلاص الانسان التطوع يكون مزروع
المزروع عنده وفي ذاته، يعني هذا الشيء الحمد لله رب العالمين، الله من علينا ان نكون متواجدين. يعني فعلا. انا اقول لي تبى مليون ولا تبى تطوع، اقول لك والله هي بعد مليون اروح مليون، لان ليش هاني الخير. نعم باشر المليون يوم ما بروح مثلا ما تقول باشر الله يرحمني، المليون ما بيروح معي، بيروح معي اعمال الخير، عمل الخير الشخص هذا اللي بيجي يقول لي والله ما قصر هذا. نعم صحيح صحيح، ويعطوك مليون وعمل تطوع بعد زين. اوكي كذا اوكي اوكي متزوج. ايه متزوج بس اهم شيء المليون يخلص قبل ما انا اروح. لا الله يطول بعمرك. الله يحفظك. الله يطول بعمرك ويخليك دوما ترسم الابتسامه فينا. في اعمال قادمه راح تكون ان شاء الله؟ والله بعون الله، اول شيء اتمنى الشفاء ان شاء الله لاخونا الفنان المصري الكبير حسن حسني ان شاء الله. ان شاء الله ولنا شويه مرتبش، ولكن ان شاء الله يعني امورنا طيبه زي البومبا ان شاء الله. ان شاء الله فعندنا ان شاء الله عمل معاه ان شاء الله في سلسله افلام اضحي. نعم بيكون لنا ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله. وحاليا ان شاء الله قريبا ان شاء الله مع فيلم الامبراطور مع اخوي بعد اضحي احمد صالح، وبيكون معنا ان شاء الله الفنان المصري احمد مشرف ان شاء الله. ممتاز كل التوفيق. واجاز عمري حق فيلم اسمه بابجي ان شاء الله. نعم. ان شاء الله جدا استمتعنا معك. كل عام وانت بخير الممثل والفنان الكبير عبد الله الجفالي. شكرا وانت لك وانتم صاحب سلامه. يعطيك الف عافيه وعساكم العادين ان شاء الله والسعيدين، والله يجمعنا ان شاء الله في مثل هذه الاجواء. وشكرا جزيلا لقناتكم الجميله الرائعه، قناه يعني عروس الشرق الفجيره. نورتنا استاذ عبد الله. الله يحفظكم ان شاء الله. وصلنا الحين لنهايه حلقتنا لليوم من برنامج عساكم من عواده، ولكن اختم انت وعقبها انا بنقل. كل عام وانتم بخير مشاهدينا الكرام، والله يعود عليكم بالصحه والعافيه، وكل عام وانت بخير يا مرام. وانت بألف خير، ومشاهدينا وانتم بألف خير يا رب. والحين بننتقل لعند الزميل ربيع ابو رجيله للفجيره اف ام، وبنترككم ان شاء الله ولقائنا بيتجدد وياكم باكر في نفس الموعد في امان الله. مجددا بدي حييكم مستمعينا، وبدي حيي مشاهدي تلفزيون الفجيره اللي رجعوا انضموا لنا بها الفقره الاخيره من عساكم من عواده. عساكم من عواده بليلتنا الثانيه ضمن مشوارنا من ذا ريتريت اوتيل بهالاوتيل الرائع ببالم جميرة، مع كل المستمعين اللي عم بيتابعونا على 92.6 وكمان المشاهدين اللي عم بيتابعونا عبر الشاشة من خلال هالبرنامج الرائع اللي بدي حيي فيه زملائي اللي موجودين بالاستوديو مروة وعبد العزيز. بحييكم وبعيدكم مجددا، وكمان ضيوفنا الكرام اللي منوريننا الليلة. أحمد هلال أهلا وسهلا فيك مجددا، بما أنه أنت جيت قبل ريم. أما ريم اللي دائما منورتينا واللي دائما هالابتسامه وهالاحساس اللي بتطالعيه منك انت وعم تحكي انت وعم بتغني انت وقاعده، فبيكون كثير مميز. وميلان باند هالفريق الرائع اللي نحن وياكم رح نستمتع بختام حلقتنا بمجموعه من الاغنيات. ريم، شو الاشياء اللي بتخليكي دائما متصالحه مع حالك، وشو الاشياء اللي بتخليكي مختلفه مع حالك؟ هيك بشكل عام انت وقاعده بالبيت دقيقه بتختلفي مع حالك دقيقه بتتصالحي، شو اللي بيصالحك مع حالك؟ حلو هالسؤال، حسيت حالي عند دكتور نفسي. ما هو انا دكتور نفسي. عن جد دكتور نفسي. متصالحه مع حالي كيمكن شكل، يعني غير شكلي. ايه شكل. شغل احساس شغل غناء. ايه كصوت. هودي الاشياء بتغلطي حالك بالبيت انت وموجودي بالبيت، انا ما كان لازم غني هاي الغنيه على المسرح. ايه عادي اوقات طبعا كان لازم اعمل هيك على المسرح. هالاشياء بتتقاتلي انت وحالك؟ ايه كثير كثير بتتشارعي طبعا حالك للافضل. هو المفترض الافضل. ايه انه بقول في بعض الاغاني خلص انا هي اخر مره الغنيه بغنيها مثلا، ما عاد اولى ثاني مره ما بتلبق لي او مو ستايلي. ما ليش حطيت حالي بموقف انه انا اولى كرمال مين يعني؟ ايه بعطي ملاحظات لنفسي كثير وبنتقد حالي كثير. بنتقدي حالي؟ حدا بينتقد حالي؟ حدا بينتقدك؟ بتتقبل الانتقاد؟ اذا معه حق طبعا بتقبل اراء العالم. طيب مثلا اذا طلعتي على المسرح وبس خلصتي حدا قال لك مثلا ثيابك مش كل هالقد، ممكن انك تتقبلي ولا تقولي له ما تطلع؟ حسب مودي والله. حسب المود. يمكن له ما تطلع مو عاجبك انه اي دونت كير يعني. صايره. هيك طلع صايره مش انه بتصير صايره معي. عادي. احمد هلال قد ايه بتتقبل الانتقاد؟ انا بحب الانتقاد بصراحه، يعني بتقبل يعني. اذا كان بناء او اذا كان مزعج بتتقبله ولا بتجاوب اذا كان مزعج؟
لا هو يعني مثلا لو في حاجة أنا شايفها يعني مثلا في ممكن الناس بتشوف حاجة أنا مش شايفها مثلا يلفت نظري ليها يعني صح. فبقبلها يعني لو صح بعملها أكيد طبعا بس إنه لو على يعني إنه ما يعني مثلا أنا بس كون عم بحضرك بس كون سهران مثلا عم بحضرك ونخلي السهرة بنقعد مع بعض أحمد لو عملت كذا لو عملت كذا لو صار كذا بس فل ما بتقول أف شو عم بيعطي نظريات بالعكس على انت لو ما بتحبنيش مش هتقول لي بقول لك كويس وبس بالظبط اول مره بسمعه بيحكي مصري فدي حاجه بتبسطني يعني ان مثلا حد يجي يقول لي انت ممكن تبقى كويس في الحته دي لو عملت كذا لو عملت كده نعم ف ميلان وين تنتقدي ريم وين ما بتنتقديها بتمدحيها احيانا بنتقدها ولما بتختار شيء ما بيلبق لصوتها نعم بس بيكون جاي على بالها انه تغنيها اما بالنسبه لشكله وبالنسبه لهي لا مش عم بحكي كشكل انا عم بحكي كفن اي تمام على المسرح على الاغنيات على طريقه التعاطي مع الناس بعض الاحيان ايه في عندك انتقاد سلبيه وايجابيه طبعا واذا عفويه جدا هي عفويه كثير على الستيج وانت بتنصحيها انه تبقى عفويه ولا تتحكم بحالها تتحكم اكثر تتحكم بحالها شوي ما رح تزبط لا اذا انا بتحكم بحالي ريم بتتحكم بحالي. بس كمان في انتقاد على فكره في ناس بتنتقد للاستفزاز بالضبط او غيره يعني بس انه مش اللي بتحسه عم يتفلسف وما معه حق بده يصطاده على السريع انا لانه بيكون غليظ ريم بدي اسمع بسرعه يعني بسرعه ولا فرصه بعطيه يعني في انتقاد بيكون لصالح الشخص مره عم بحضر ريم مره عم بحضر ريم على احدى المحلات طب في شخص قاعد ستيج ومعه طاوله طلب اول اغنيه لبت له اياها طلب ثاني اغنيه طلب ثالث اغنيه طلب رابع اغنيه شيري قد ما استفزت من شو رايك تطلع تغني مطرحي فانه هيدي الاشياء بتطلعك من مودك ولا بتخليكي بالمود هيدي الاشياء ريم اوقات بيعلي لي الادرينالين هو عرفت شلون برجع بضبط بقول اسكم ما حقدر يعني حسيطر ما حسيطر بس هو بيطلعني شوي من المود نعم. بس برجع بحس اني حزبطته وحجمته للشخص برجع بمسك حالي طيب هلا اذا بدنا نفوت بالمود كلنا سوا اغنيتي المفضله يعني الاغنيه اللي انا بس اسمعها بقول ريم مهرات حتى لو سمعتها من عايده شلهوب مطربتها الحقيقيه بقول ريم مهرات هي لو في انا لو في اذا بدي اسمعها منك هلا يلا حاضره حضر لنا شيء كمان هيك طرب يكون نستمتع فيه بعد شوي يلا معش معنا وقت كتير يعني بدنا نختم بأغنيتين تفضل يا ريم يلا تفضل لو في أنا لو في انساك وعيش بحريه لو في رجع اماط ايام اللعب المنسي بقلك في بس ما في شيلك من قلبي وعيني لو في أنا لو في إنساك وعيش بحرية لو في رجع أمان أيام اللعب المنسي بقلك في بس ما في شيلك من قلبي وعيني شو هو اللي خلاني ليلي اتلقى فيك انسى الكل وتنساني دنيا واقعد حاكيك شو هو خلاني ليلي
نحنا مثل اللعبي قصتنا على اسم الغربي كانت مطوي ومطفي يمكن مش ذنبك وانا ذنبي يمكن نحنا مثل اللعبي قصتنا على اسم الغربي كانت مطوي ومطفي بلك في بس ما في شيلك من قلبي وعيني. أنه دائماً وأبداً بقلبنا وبعيوننا وبإحساسنا لمهارات رائعة جداً. رح أختم معكم بعد شوي، ولكن شكرا. هلأ أحمد هلال كان عم بيقول لي أنه محضر لنا شي واو. يلا شو بدك تعمل؟ بس محمد يقول معي بقى. يلا يا محمد، ولا الشغلة بس أنه تفضل يا محمد. أنا بحسه كثير أصوات رائعة وصديق غالي إلي عن جد. الله يحميه وإن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بشوفه نجم من 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 الصفوف الأولى لأنه عن جد بيستاهل. أمين يا رب، لأنه بيستاهل كصوت وكأخلاق من الشباب النشيطة. أكيد نعم. كثير كثير. تفضل أحمد حبيبي. مقطع هيك صغير يكون على كيف كيفك. قال لك معايا أجمل حكاية في العمر كله سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله سنين ومرت زي الثواني على حبك انت وان كنت هقدر انا احب تاني أحبك أنت كل العواطف الحلوة منك كانت معايا حتى في خصام وإزاي تقول أنساك وتحول وانا حبي لك اكبر من الاول اكبر من الاول واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه انا حب تاني ليه اعمل في حبك ايه ده مستحيل قلبي ميل يميل ده مستحيل قلبي ميل ويحب يوم غيرك أبدا أبدا أهو ده اللي مش ممكن أبدا. أحمد هلال شكرا 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 على هالصوت الرائع حبيبي. على حضورك الليلي أكيد اللي حابب أنه يستمتع بصوتك بيقدر يلاقيك بيلدزلار إن شاء الله بفيرمونت أوتيل وكمان ريم اللي حابب أنه يستمتع أكثر وأكثر ويحضر ريم مهارات بيقدر يحضرها بألحان ببوغو أوتيل بشارع الشيخ زايد منافسة بدي أقول لكم شكرا لكم أهلا وسهلا فيكم بدرس